بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ساعة من الآن العالم يتابع نهائي اليورو إيطاليا إنجلترا. دلوقتي شوارع لندن مليانة بشر وضرب مع بعض، خناقة ما بين الجمهور الإنجليزي والجمهور الإيطالي. 60,000 متفرج هيحضروا هذه المباراة في استاد ويمبلي الشهير. طبعا هذه المباراة التي يتابعها الملايين، زي امبارح الفجر الساعة 2 كانت مباراة أيضا الأرجنتين والبرازيل، وفازت الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا طبعا بهدف دي ماريا، وكان مباراة خناقة ما بين الفريق أو المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب البرازيلي. بعد شوية هتكون الخناقة ما بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي. إيه اللي بيحصل في ويمبلي دلوقتي؟ نتابع. ادي حضراتكم المشهد اللي قدامكم، ده اللي يقول لكم هذه المباراة ايه اللي بيحصل في لندن الان، واللي بيحصل امام الاستاد ويمبلي الذي يحتضن هذه المباراة بعد ساعة من الان. حضراتكم شايفين اعداد الجمهور، ده الجمهور قبل ما يدخلوا، هذه هي جماهير قبل دخول الملعب، قبل دخول الاستاد عشان يحضروا هذه المباراة. اكبر عدد من الجماهير يتابع مباراة داخل الملعب منذ عام 2020 مع بداية كورونا. 60,000 متفرج، محدش حضر، ده أكبر عدد وأكبر رقم. طبعا هم عاملين حسابهم، طبعا جمهور الإنجليزي جمهور صعب جدا بالنسبة لكرة القدم. حضراتكم شايفين عاملين الأجواء، من امبارح شغالين ايه الاهازيج بقى والهتافات، ويحضروا امبارح التدريبات او امبارح بره يشوفوا تدريبات المنتخب الانجليزي. دعم كبير هاري كين ان هو يبقى هو هداف هذه البطوله. وطبعا المنتخب الايطالي منتخب قوي، ويمكن من الاسبوع اللي فات كنت بقول لحضراتكم توقعاتي هما الاثنين النهائي، ووصلوا بالفعل النهائي. ده الشغب اللي بيحصل قبل قليل، يعني منذ دقائق الشغب اللي قدام حضراتكم ما بين الجمهورين الانجليزي والايطالي امام استاد ويمبلي قبل بدء هذه المباراة. الشرطة الإنجليزية عاملة رفع حالة طوارئ، لأن هم عندهم قلق من الجمهور الإنجليزي في حالة فوز المنتخب الإنجليزي أو في حالة هزيمة المنتخب الإنجليزي. الاثنين هم عارفين الجمهور الإنجليزي متعصب قد إيه، والشغب اللي بيعملوه قد إيه. متخيل لو إنجلترا النهاردة فازت بهذه البطولة، لم يفوزوا ببطولة كبرى منذ عام 66، يعني إذا حدث بالنسبة لهم حدث قوي جدا. طبعا جانب من الشغب اللي حضرتك شايفه قدام حضرتك، ادي اعتداء على الجماهير الإيطالية من جانب الجمهور الإنجليزي، اشتباكات مع، خلي بال حضراتكم الجمهور الإيطالي راح مش كتير قوي، يعني عدد قليل، ولكن الجمهور الإنجليزي هو الأكثر، وقاموا عمليات الشغب زي ما حضراتكم شايفين. امبارح كان بعض الجماهير بتمشي في الشوارع وانتم شايفين كده اعداد ولا كانه في اي كورونا خلاص، لان هم اعتبارا من يوم الاثنين الجاي اللي هو زي بكره ان شاء الله، خلاص مش هيبقى في التزامات باجراءات ولا كمامات ولا غيره. شغب واعتداءات بين الجمهورين الانجليزي والايطالي قبل بدايه مباراه نهائي يورو 2020، هذه المباراه المرتقبه ما بين المنتخبين الكبيرين، زي ما بتكلم كده نهائي كاس عالم، وهي بطولة كبيرة وبطولة بالنسبة للمنتخبين مهمة جدا. يعود مرة تانية المنتخب الإيطالي ليقدم كرة جميلة بعيدا عن كرة إيطاليا المعروفة اللي هي دفاع. النهاردة كرة يعني حديثة. المنتخب الإنجليزي كمان قدم مباراة في كل الأدوار، مباراة على أعلى مستوى من الأداء. النهاردة منتظر الملايين، ينتظروا عشاق الكرة حول العالم بيتابعوا هذه المباراة. زي ما بقول لحضراتكم مباراة امبارح او الفجر النهاردة الارجنتين والبرازيل كانت مباراة قوية جدا، صعبة جدا، كانوا بيكسروا بعض، يعني كانت مباراة في منتهى العنف، بيضربوا ميسي، بيضربوا نيمار، بيضربوا، يعني كله شغال ضرب في بعضه. وعشان كده بقول لحضراتكم حتى ميسي طبعا الاسعد، لان هو بيقول لك دي ربما اخر بطوله مع المنتخب او شارك فيها، وكان يتمنى يحصد هذه البطوله، وبالفعل فازت الارجنتين بهذه البطوله. واحتفالات في الارجنتين من شويه، كان المنتخب الارجنتيني راجع حامل البطوله، واستقبال رسمي من المطار في الشوارع، بيلفوا بالبطولة وكأس البطولة وهتافات للمنتخب الأرجنتيني.
كبيرة جدا، حفاوة زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، احتفالا بفوز الأرجنتين بكوبا أمريكا، هذه البطولة اللي ما كانتش يعني رغم ان هي في ساعات متأخرة، يعني في ماتشات كان بتبدأ 11، ماتشات 2، وماتشات الساعة 4 صباحا. كان في ماتشات حسب توقيتاتنا المحلية، طبعا كان الناس بتتابع اكتر الصبح، ولكن في متابعة مش زي بطولة اليورو، اليورو كانت الأكثر مشاهدة وكمان كان أقوى، يعني اليورو وأنا كنت بتابع البطولتين بصراحة، يعني بعد ما أروح كده أو لو في يوم أجازة أو كده تفضل تتفرج وأشوف، كنت بتابع البطولة. آدي هدف دي ماريا، آدي هدف الكورة اتلعبت له من نص الملعب بسرعته، خد الكورة بالشمال حط الجون خلاص. وبعد كده يعني المنتخب الأرجنتيني كان سجال المباراة ما بينهم وبين بعض، هنا كورة هنا كورة، كانت مباراة سريعة جدا قوية جدا. ولكن اللقطة دي لقطة بتقول لنا الرياضة، الروح الرياضية. يوسف ارجع لي لقطة نيمار وميسي، الاثنين طبعا كانوا مع بعض برشلونة وأصدقاء جدا، وبعد ما خلصت المباراة نيمار هو اللي راح لميسي، راح لميسي وخد ميسي في حضنه عشان الروح الرياضية. ادي الارجنتين، بقول لكم الارجنتين ما نامتش من امبارح. ادي هذه اللقطه اللي بتقول الروح الرياضيه، كره القدم خلص الماتش خلاص، وبكلمك على بطوله عالميه، نيمار راح حضنوا بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، مع هي دي الروح الرياضيه. اتنين من اهم لاعبي العالم، من افضل لاعبي العالم، بيحضنوا بعض كده، نيمار بمنتهى الروح الرياضية مع ميسي، ميسي تقريبا بيعيط وهو نيمار بيحضنه، لانه ميسي ما كانش متوقع. ميسي لما الحكم صفر صرخ، قعد يصرخ وطلب عيلته على التليفون فيديو، قعد يوريهم الميدالية وقعد يبص في الميدالية وهو بيحييهم طبعا وبيبصهم وبيهتف بعد ما فاز بهذه البطولة اللي هو كان يسعى اليها ميسي، لانه كان الجمهور الانجليزي بيقول الارجنتيني انه ميسي ما جابلناش بطوله كبيره، هو احسن لاعب في العالم، واهو زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي الميداليه وادي الكاميرا، فاتح التليفون كاميرا بيبص، وهيقعد يبص في الميداليه مع اسرته طبعا وعيلته بعد هذا الفوز التاريخي والبطوله التاريخيه اللي حصدها المنتخب الارجنتيني. بعد شويه هيكون المباراه ايضا اللي هي بقول لحضراتكم تنتظروا ماذا سيحدث في انجلترا حول العالم. ادي اولاده، ادي ولاد ميسي اللي كان بيكلمهم من شويه وبيهتفوا طبعا وفرحانين لابوهم طبعا بعد ما حصد هذه البطوله وهو كان بيتابع معاهم. بقول لحضراتكم نرجع تاني لندن وهنرجع طبعا لاحداثنا، ولكن اللي بيحصل في لندن دلوقتي غير مسبوق، ولكن احنا عاده متعودين على الجمهور الانجليزي. نهائي اليورو اللي هيكون بعد شويه لعل وعسى ما يحصلش اي تاخير في هذه البطولة أو هذه المباراة، يبقى هناك زي ما بقول لحضراتكم هنتابع طبعا. آدي الجمهور وآدي الشغب اللي بيحصل في شوارع وأمام ساد ويمبلي. بدأ طبعا الفريقين أو المنتخبين وصل طبعا إلى الاستاد استعدادا لخوض هذه المباراة المهمة التي يترقبها الملايين، مئات الملايين، وأنا بقول لحضراتكم مئات الملايين حول العالم ينتظروا هذه المباراة اللي هي لها مشاهدات كبيرة جدا بين منتخبين كبار في نهائي يورو 2020. هنرجع لأحداثنا ونرجع لقضايانا المهمة. النهاردة مجلس النواب دخل على الخط، خط قضية السد الإثيوبي، وتحدث المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في رسائل قوية جدا. رسائل بيوجهها رئيس مجلس النواب النهاردة من مجلس النواب، تعبير أيضا ده مجلس المنتخب من الشعب المصري، لابد أن يصدر عنه بيان واضح ورسائل واضحة لدول العالم ولإثيوبيا وللبرلمان الإفريقي وللمجتمع الدولي. منين؟ من مجلس النواب. يعني بقى الموضوع النهاردة كمان الدولة ومؤسساتها بتتكلم، ولكن مهم كمان كانت رسائل مجلس النواب النهاردة من خلال المستشار حنفي جبالي وهو يتحدث بهذه الرسائل القوية حول قضية السد الإثيوبي.
تحدث وقدم شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره الكبير وما يبذله من جهد للوصول إلى اتفاق. تكلم أيضا بشكل واضح على التحديات التي تواجه الدولة المصرية فيما يتعلق بهذا المشروع والملء الثاني الذي بدأته إثيوبيا ودون التنسيق مع مصر. اتكلم على الجهود التي تقوم بها الدولة، الرئيس وكل مؤسسات الدولة لتوضيح عدالة الموقف المصري. أكد أيضا المستشار حنفي الجبالي أنه مصر لم تقف في أي يوم أمام التنمية لدى الأشقاء في أفريقيا أو غيرهم، ولكن مصر مرة تانية وتالتة ومليون بترفض المساس بحقوقها المائية. هنا اللي بيتكلم المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رجل اللي كان رئيس محكمة دستورية، فالراجل هنا بيتكلم على الحقوق كمان المائية اللي احنا كلنا والقانون الدولي بيتكلم عليها. اتكلم على الموقف المصري، اتكلم على السلوك الاثيوبي، وزي ما قال كده ان السلوك الاثيوبي بيحمل تعنت غير مبرر. احنا زي ما احنا كلنا في مصر ال 100 مليون والعالم العربي والدنيا كلها مش يعني كله بيقول لك الله، هي اثيوبيا ايه اللي بتعمله؟ هي ايه التعنت الاثيوبي ده؟ وليه معنا احنا بالذات؟ ليه مع مصر هذا التعنت؟ المتشار حنفي الجبال النهارده قال لك السلوك الاثيوبي اللي فيه تعنت غير مبرر، وان احنا بنرفض هذا السلوك جمله وتفصيلا، ولان هو بيأثر على امننا التأثير السلبي على امن مصر المائي. اتكلم بشكل واضح على كمان يعني شكر السيد سامح شكري في على كلماته امام مجلس الامن، واللي قال انه الكلمه بتعبر عن الموقف المصري تجاه هذه القضيه المصيريه. وجه التحيه مره ثانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اكد انه يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدوله المصريه. اتكلم المستشار حنفي جبال النهارده، وهسمع حضراتكم نقول لحضراتكم مهم جدا نسمع رئيس مجلس النواب وهو يوجه هذه الرسائل اليوم لاثيوبيا وللمجتمع الدولي وللعالم باسره ولينا سواء داخليا او خارجيا وللبرلمان الافريقي. وقال البرلمان الافريقي عليكم دور وعليكم مسؤوليه. هو انتوا فين من هذه المسؤوليه برلماني افريقي اللي بيوجه هذه الرساله؟ المستشار حنفي جبال، تعالوا نتابع ماذا قال في أول رسائل له من على قبة أو تحت قبة مجلس النواب. تواجه الدولة المصرية تحديا يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، ولعلنا نتابع التطورات التي تشهدها تلك القضية والتي تكشف عن جهود مخلصة يبذلها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية في توضيح عدالة الموقف المصري إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي. فمصر لم تقف يوما في وجه أشقائها ولا في حقهم في التنمية إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية، وعلى الرغم من ذلك الموقف المصري المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولي، إلا أن السلوك الإثيوبي في تلك القضية يحمل تعنتاً غير مبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي. ده كان الجزء الأول من الرسالة. نشوف الجزء الثاني من رسائل المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالسد الإثيوبي أو سد الخراب الإثيوبي. شوف. السادة الأعضاء، لم تدخر الدولة المصرية جهدا في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، فمصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده. فتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تحية لفخامته الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية، كما لا يفوتني أن أشيد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، والذي ألقاه السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية، وإننا بوصفنا ممثلي الشعب المصري نطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي. كما نطالب البرلمان الإفريقي بأن يتحلى بمسؤولياته وأن ينخرط بكثافة كالقضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعما للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها السلوك الإثيوبي السلبي. هنا خلي بال حضراتكم الجزء ده كمان الرسائل، جانب من الرسائل المهمة، انه لازم نصل اتفاق للدول الثلاثة، الدول الثلاثة تستفيد من هذا الاتفاق ويرضي كل الدول، احنا والسودان واثيوبيا، لانه ده لو ما حصلش قد يؤدي الى ايه؟ زي ما قال سيادة المستشار حنفي الجبالي، الى مشاكل خطيرة وتطورات بسبب السلوك الاثيوبي المتعنت. يعني لو اي شيء حدث بسبب اثيوبيا ان هي المتعنته مش عايزه نصل لاتفاق، واحنا كلنا عايزين نصل لاتفاق، واكيد هنتكلم، واحنا هذه هي قضيه وجوديه بالنسبه لنا، وليس هناك اهم من هذه القضيه اللي احنا بنتكلم عنها كل يوم ونفضل نتكلم عنها كل يوم لحد ما ربنا ان شاء الله يكرمنا باذن الله. ان شاء الله عندنا ثقه في ده، عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وعندنا ثقه في كل مؤسسات الدوله المصريه تبذل جهد كبير عشان نصل لاتفاق. نشوف الرسائل ايضا في نهايه كلمه المستشار حنفي جبالي ماذا قال، نتابع. اننا في هذه اللحظه نؤكد على وقوفنا جميعا خلف القياده السياسيه ومؤسسات الدوله وثقتنا التامه ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة، كما أننا على يقين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا التحدي بقوة كما اجتازت غيره عبر تاريخها العريق، وبأننا على موعد مع نصر جديد يضاف لسجل الفخر والوطنية المصرية بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي. إننا في هذه اللحظة نؤكد على وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وثقتنا التامة ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة، كما أننا على يقين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا التحدي بقوة كما اجتازت غيره عبر تاريخها العريق، وبأننا على موعد مع نصر جديد يضاف لسجل الفخر والوطنية المصرية بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي. من الرسائل التي ذكرها السيد المستشار حنفي الجبالي فيه طمأنة، يعني حكي الجزء اللي في الآخر كده بيقول إيه، إن شاء الله على موعد مع نصر جديد زي الانتصارات اللي احنا حققناها بإذن الله تعالى، إن شاء الله تعالى. دولة بتتحرك
في كل حاجة وكل اتجاهات وعلى كل الأصعدة بره وجوه في كل حاجة. والله الدولة ما بتنامش، يعني لو حضراتكم متخيلين انه في حد بينام ما حدش معنى الكلمة. اصل ده موضوع قضية بجد، هي قضية حياة. موضوع النهاردة مش هزار، موضوع حياة المئة مليون هيعيشوا ازاي وعندنا ايه والتفاصيل، كل الكلام ده اكيد هيبقى لنا بعد شوية هنتكلم عنه. ولكن وزير الخارجية النهاردة السيد سامح شكري موجود في بروكسل في بلجيكا مقر الاتحاد الاوروبي، طبعا رايح بشكل خاص. اولا بينقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، هيقابله بكرة، هيسلم رسالة الرئيس غدا ان شاء الله. النهاردة من ساعة ما وصل وزير الخارجية عامل اجتماعات، يمكن وانا بكلمكم دلوقتي ربما الاجتماع الثاني او الثالث او الرابع دلوقتي. في اجتماع مع وزير خارجية اسرائيل، ده عشان القضية الفلسطينية وعشان حلحلة المواقف، لانه الدنيا ربما تكون متوقفة، الجمود اللي توقف الفترة اللي فاتت. عامل اجتماع مع لبيد وزير خارجية اسرائيل في الحكومة الجديدة، وبعد كده عمل اجتماع ايضا من شوية مع وزير خارجية مالطا وهي عضو في الاتحاد الاوروبي. عنده اجتماعات كثيرة خلال اليومين اللي هو هيقعدهم في بروكسل وزير الخارجية. عندنا الملف الاول والخامس والسابع والعشرين والمليون، رقم واحد بالنسبة لنا قضية السد، ايوه قضية السد. وعندنا قضايا تانية كتير، لانه عندنا مسائل امن قومي كثيرة، عندنا قضية الليبية كمان مهمة، لانه تركيا بتبعت لحد اليومين اللي فاتوا حاجات وبتكلموا على بيبعتوا عناصر وميليشيات مرة اخرى وبتقول لك ان انا مش همشي من ليبيا مثلا، حاجات كتيرة بتتطور فترة الايام الماضية، فلازم يبقى فيه كلام في هذا الامر. قلت لحضراتكم قبل كده يوم الخميس الجاي مجلس الامن عامل جلسة خصيصا عشان ليبيا، لازم يبقى فيه اجراءات، ما ينفعش العالم كله في اتجاه ودولة في اتجاه اخر تبعت مرتزقة وتبعت ميليشيات وتقول للعالم لا انا مش همشي من هنا. وخلوا بالكوا تركيا دلوقتي بتعمل، لا عملت لعبة ايه تستفيد، استفادت من انسحاب الامريكان والبريطانيين والاستراليين وقوات حلف منين؟ من افغانستان، وقالت اتفقت معهم قالت لهم لا خلاص انتوا اتكلوا على الله انا هروح افغانستان احمي مطار كابول عاصمة، وادي القوات بتاعتي تحمي توفر الحماية هناك. حركة طالبان النهاردة امبارح استولت على اكتر من 65% من مساحة افغانستان، وهم بيستولوا على هذه المساحة جزء منهم بيعمل لقاءات في روسيا. على فكرة كان افغانستان طول عمرها بتعمل ايه؟ روسيا لما كانت تحتل افغانستان فقامت طرد الروس في ذلك الوقت، كان الاتحاد السوفيتي طرد، وعشان كده لما كل العناصر اللي راحت من دول العالم الاسلامي راحت عشان تجاهد لما بين قوسين الجهاد مع الافغان ضد الروس الاحتلال الروسي وطرد الروس، خدوا دعم مين؟ امريكان، واي حاجه ضد روسيا امريكا تدخل، فامريكا راحت داخله في عهد ريغان تدعم العناصر اللي راحت من مصر ومن السعوديه ومن الدول العالم ومن تونس ومن الجزائر ومن كل دول والاردن، كل دول العالم راحت، ومن اليمن، كله راح فين؟ افغانستان، بقى ده مكان الجهاد. يلا الامريكان ادوهم سلاح ادوهم فلوس اسسوا، ما هو كان بدايه تاسيس التنظيم القاعده من اللي انا بقول لحضرتك عليه، خلص الحرب الافغانيه ما بقاش فيه، خلاص هنعمل ايه؟ نعمل التنظيم ده ونجمع الناس دول عشان يبداوا يواجهوا مين؟ يواجهوا الغرب، يواجهوا الامريكان، وبدأوا يواجهوا الامريكان والدول العربيه كمان، لانه كل العمليات حصلت بعد كده كلها اللي حصلت بعد الناس اللي رجعوا من افغانستان. بقول لحضراتكم بس معلومه التاريخ لانه هيتكرر كما يتكرر الان. يعني اللي بيحصل النهارده في افغانستان بيرجعنا 20 30 سنه للوراء. كاننا بالظبط في 2001 احداث سبتمبر او سبعينات وثمانينات وهم بيشكلوا هذه التنظيمات، هتعود مرة أخرى أفغانستان تحت سيطرة التنظيمات. بدأوا يستولوا على بعض المناطق ويستولوا على بعض الحدود مع الدول المجاورة ودخول على الخط. أمريكان النهاردة بقول لحضرتك بينسحبوا، وقالت لك والله ده 85% كمان، ده امبارح كانوا بيتكلموا في 65، قال لك هيسيطروا على الكل. طلع الرئيس الأمريكي من يومين قبل ما نروح ويمبلي بعد حالا هنروح لاستاذ مدحت جلال موجود في الملعب دلوقتي حالا، الرئيس الامريكي امبارح او امبارح قال لك لا خلاص احنا عملنا اللي علينا ولازم ننسحب، 1-9 ما عندناش ولا عسكري موجود في افغانستان، خلاص هنعمل ايه تاني يعني؟
استاذ مدحت جلال، اولا مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. مساء الخير. اشرح لنا الوضع الان، انه من شويه كان في واضح خناقه ما بين الجمهور الانجليزي والجمهور الايطالي، الاف المشجعين موجودين في الشوارع، احتفالات، ايه اللي بيحصل عندك دلوقتي في الملعب؟ بالظبط كده، يمكن حوالي اكتر من 60,000، وفي مشاكل كبيره جدا بره الملعب، وفي ناس اتخطفت من الملعب ودخلت يا استاذ احمد، والامن الانجليزي يعني مش قادر يسيطر عليهم، وفي مشاكل غير عاديه، وطبعا ولا كورونا ولا حاجه، زحمه جدا 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 كمان، مفيش اي تباعد ولا اي حاجه. وفي يعني ناس اقتحموا الملعب ولا لا؟ لا دخلوا، دخلوا الملعب كتير، دخلوا الملعب. والتذاكر بتوصل يعني 3500 ديني، 4000 ديني، وصلت كده الايام اللي يعني اليومين اللي فاتوا. بس في شغب غير عادي خارج الملعب. حتى انا رحت جزء بعيد شويه، على اساس احنا يعني قاعدين في كباين اللي هي في اي بي شويه بعيد. انا شايف فيديو قدامي دلوقتي مرعب، كله بيجري على السلالم، هو واضح لحظه اقتحام الاستاد. اقتحام الاستاد، الناس واحتمال يخشوا يعدوا ال 70 او حاجه، لان المفروض كان 60، بس انا افتكر هم دلوقتي داخلين في 65,000 يمكن، يعني هي عدت فعلا، عدت يعني هيعدي الساعه المسموح بيها اكيد، ومش قادرين يسيطروا عليهم خالص. وللاسف كانوا عاملين حوالي هم 4000 جمهور الايطالي، بس انا افتكر هو معدي 12,000 جمهور الايطالي لحاله لوحده. 12,000 بس. طبعا عدى. هم كانوا عاملين حسابهم على حوالي 3000 الجمهور الايطالي، لكن في مشاكل كبيره بينهم، وبعد الماتش خايفين برضو من المشاكل. هل ممكن يحصل الماتش يتاجل شويه، ولا وارد يسيطروا عليه قبل بدء المباراه وتنطلق بعد نص ساعه من الان؟ هو يعني من شويه، من حوالي 10 دقائق اللي احنا سمعناه، ان في اجتماع امني داخل الاستاد، او الطيارات هي شغاله فوق برضه، الطيارات حوالينا. حضرتك سامع؟ طبعا الطيارات حوالينا. في اجتماع امني يعني دلوقتي داخل الاستاد، قدامه 10 دقائق ونفهم ايه اللي هيحصل بالظبط. يا اما الماتش هيتاجل، يا اما الماتش هيتلعب. يا اما هيتاجل، يا اما هيتلعب. مع ان يعني ممكن يتاجل ساعه ساعتين، ولا يتاجل يوم تاني؟ لا 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 لا، حوالي ممكن يكون ساعه او حاجه لحد ما يسيطروا على الوضع. ممكن، وممكن وممكن يعني في الميعاد، فلسه هنشوف الامن ممكن يقول ايه يا فندم. التذاكر بتقول لي وصلت 3500 استرليني. كان وصل 3500 واعلى كمان، يعني وصل كتير جدا التذاكر. لكن الاقتحام دوت يعني الناس داخله بطريقه يعني، وفي كذا اصابه من البوليس، وكم حد بتوع الخيل طبعا، حضرتك عارف الانجليز خيالة اللي عندهم. الخيالة طبعا، حصل مشاكل جامدة جدا جدا. يعني الامن مش قادر يسيطر على ماتش زي ده، وهم عارفين أبداً. وعندهم تحذيرات من الجمهور ورابطة الناس اللي كانوا بيتكلموا الايام اللي فاتت على ده، ويحصل ما قدروش ابدا. هم متخيلين ان هيكون اقل من كده، لكن يعني فعلا فعلا الناس من حوالي الساعة 4 موجودين، وفي مشاكل يعني ما قدروش يسيطروا عليها، ما كانوش عاملين حسابهم للدرجة دي السيطرة. لكن ما فيش حد نزل من الفريقين أرضية الملعب يسخن؟ لا مش قادرين. لا 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 لا، مش قادرين، مش قادرين. في ملعب، في واحد ملعب صغير يعني خلفي بيحاول يتمرنوا فيه، لو مش قادرين ينزلوا. ملعب خلفي. لا طبعا. يعني هو الملعب الفرعي بتاع الفرعي صغير. بيحاول لان فعلا الجمهور بيحاول ينزل الملعب، في مشاكل. طيب خلي بالك بقى، لانه خلي بالك، وهنتابع معاك طوال المباراه عشان نطمئن كمان هتبدا ولا لا. هنتابع معاك. بشكرك كابتن. شكرا جلال. وفي حاجه صغيره، الانجليز بكره اجازه لو كسبوا، يعني هم النهارده قالوا بكره هيكون بانك هوليدي مانداي، لو هم اخذوا كاس دي النهارده، لانهم مش هيناموا النهارده، هيقعدوا يكسروا الدنيا. فبكره هتكون اجازه رسميه في البلد لو حصل النهارده، لو فازوا بالبطوله النهارده. ايوه طبعا، بكره هم ما فازوش بالبطوله دي من 66، مش كده؟ 66 66 66. وبصراحه عاملين ماتشات كويسه فعلا فعلا. بتشجع انجلترا ولا ايطاليا؟ بشجع مصر طبعا. الله عليك، برافو. طبعا هاي. طبعا هاي. طبعا بحييك. طبعا. شكرا حبيبي. شكرا. بشكرك. شكرا. تحياتي. بشكرك. الى اللقاء ان شاء الله. بشكرك كابتن مدحت جلال من ويمبلي. المباراه المرتقبه ايطاليا انجلترا، او انجلترا ايطاليا. اقتحام زي ما حضراتكم شايفين كده، الجمهور بيقول لك حوالي 10,000 واحد اقتحموا ارضيه، اقتحموا الملعب ودخلوا، عدد مسموح به كان 60,000، بيقول لك العدد ربما يصل 65 او 70,000، وربما يزيد عن كده في ظل دخول كبير من الجمهور الانجليزي. جماهير ايطاليه قال لك كان المفروض 3,000، النهارده بيتكلموا على 12,000 جايين عشان يحضروا هذه المباراه. شغب، ضرب، مشاكل ضخمه ما بين الجمهورين الانجليزي والايطالي قبل بدايه المباراه، وما زال حتى الان هناك اجتماع امني ينعقد حاليا لاتخاذ قرار، هل هيكملوا المباراه؟ اقصد
هل المباراة ستلعب؟ هي دلوقتي تحديدا مش هتتلعب الساعة 9 مبدئيا، دلوقتي الساعة 9 بتوقيتنا طبعا، يعني نص ساعة من دلوقتي صعب جدا ان المباراة تلعب الساعة 9، ربما هذه المباراة تؤجل لمدة ساعة اخرى او ساعتين حسب ما يرى الامن الانجليزي. هل هيقدر يسيطر؟ خلي بالك انا بكلمك على انجلترا، بكلمك على الامن الانجليزي، مش عارفين يسيطروا على مباراة، خلي بالك. وكان عندهم تحذيرات الايام اللي فاتت، خلوا بالكم من الجمهور الانجليزي، ما هم عارفين الجمهور بتاعهم والجمهور الايطالي اللي جاي، تخلوا بالكم لانه ممكن يحصل مشاكل ويحصل شغب، رغم انه عندهم تحذيرات من اجهزتهم الامنيه، ما استعدوش للاستعداد الكافي، او قد يكونوا استعدوا ومش عارفين، مش عارفين يديروا ماتش، مش عارفين يحموا ماتش، ويعني زي ما حضرتك شايف كده، يعني على الاقل كان يعمل ايه؟ تنظيم. مش احنا دايما نتكلم على الدول والتنظيم والنظام، ويديك دروس بقى في النظام، والحق نظم يا سيدي، وانت مش عارف تنظم ايه عندك؟ ده انت مش عارف تنظم عندك، ده اللي انا بقول لك دلوقتي، انا بقول لك انت مش عارف تنظم مباراه. طب ما انت عارف الجمهور هيجي وعندك الاعداد، وانت جاي النهارده تقول لي الجمهور ده عمل مشكله، واحنا بصراحه اعداد الامن كانت، ده طلبوا قوات امن اضافيه. يعني انت عندك مباراه بالاهميه ديت اللي الدنيا كلها بتتابعها، والجمهور الانجليزي عمال يصرخ ويصوت ليل ونهار على هذه المباراه، ومش عامل استعداداتك الامنيه لتامين الناس ولدخول الناس والابواب، وتدخل كده سداح مداح يا راجل، يا راجل وضع، والله تزعلنا عليك، والله يعني تخليني اقعد كده استغرب كيف يحدث هذا في المملكه المتحده العظمى. ازاي الجمهور ده على الهواء اللي قدامكم، ده الجمهور ده اللي قدام حضراتكم على الهواء مباشره، متخيل حضرتك دول كمان عايزين يدخلوا، يعني ناس ماليه الاستاد جوه وفي ناس بره زي ما حضرتك شايف كده عايزين يدخلوا كمان، ماذا سيحدث في ايه في ويمبلي؟ ايه اللي بيحصل؟ مباراه وانا بقول لحضراتكم مش هتلعب في توقيتها، انا بقولها تحليلي، لانه الناس دي لازم عندك مشكله امنيه، مش قادر يعني ماتش، تعمل ماتش زي كده العالم مستنيه يتفرج عليه. واما بعد ماذا يجري في ويمبلي، ماذا يجري في لندن عاصمه الانجليزيه؟ الجمهور اللي قدامكم ده، دي صوره على الهواء، لقطات على الهواء زي ما حضراتكم بتتابعوا كده، منتظرين ان شاء الله وعليكم خير، احنا كمان عايزين نحضر الماتش. ما بقت سويقه، ما بقاش في نظام، بقى كل واحد جاي كله عايز، ما هو كله لقى ناس دخلت من غير تذاكر، واشمعنى انا؟ وممكن العدد ده يزيد تاني، وممكن يبقى فيه مشكلة وفيه مصيبة. لا نتمنى طبعا لأي حد يحصل له أي إصابة ولا أي شيء ولا حاجة بصراحة، لكن بوريك حتى إنجلترا مش عارف الأمن يسيطر. بصوا حضراتكم خلي بالكم من الصورة، ممكن تشيلوا استرابة، معلش استرابة لحظة بس كده عشان نشوفوا المشهد بالكامل، المشهد بالكامل لو لو ممكن قدامك أهو، بتحاول بقدر الإمكان تعرف الأعداد وتشوف الناس حوالين اللي هي كمان تنتظر السماح ليها بالحضور. دول هيقعدوا فين؟ اذا بيقول لك الاستاد مليان جوه، بيقول لك الملعب خلاص مليان واعداد اكتر من مسموح بيها، طب دول هيعملوا ايه؟ والامن هيتعامل ازاي مع الناس دي؟ في مشكله. هنتابع لان ده بقول لحضراتكم حدث مهم وتطور كبير بيحدث في لندن في ويمبلي قبل هذه المباراه المهمه في نهائي يورو 2020. نروح لبروكسل، من لندن الى بروكسل، وزميلنا مجدي يوسف حيث يتواجد السيد سامح شكر وزير الخارجيه في هذه الزياره ايضا المهمه، عندنا قضايا كثيره، وزير الخارجيه في ملف مهم ولكن قضيه السد الاثيوبي من اهم الملفات. مجدي مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. وزير الخارجيه من ساعه وصوله لحد دلوقتي ايه اللي تم؟ وفي الحقيقه يعني وزير الخارجيه وصل مطار بروكسل بعديها بأقل من 30 دقيقة ابتدى سلسلة اجتماعاته، يعني حتى وأنا شاهد على الحقيقة على هذه النقطة إنه حتى ما لحقش يستريح. التقى حتى هذه الساعة التقى بوزير خارجية إسرائيل، التقى بوزير خارجية مالطا، التقى منذ لحظات صغيرة انتهى لقاؤه مع وزير خارجية استونيا. ربما اللقاء الأخير هو كان الأكثر أهمية، لأن استونيا هي رئيسة الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية وحتى ديسمبر أو نهاية ديسمبر العام الجاري، واستونيا هي التي تضع النقاط الهامة على أجندة وزراء الخارجية، وبالتالي
مباشرة بعد انتهاء اللقاء وزير خارجية أستونيا أكد أن لف سد النهضة سيكون غدا حاضرا، وبالتفصيل على اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اللي برضو وزير خارجيتنا هيشارك فيها أو في جزء منها، وتحديدا في الجزء الصباحي سيلتقي جميع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدا صباحا. نرجع ليه وزير خارجية استونيا اللي هو رئيس الاتحاد الاوروبي تاني. معلش المعلومة مجدي معلش بالراحة، المعلومات دي مهمة قوي. وزير خارجية استونيا اللي هم رئيس الاتحاد الاوروبي حاليا اكد بعد اجتماعه بالسيد سامح شكري قبل دقائق قليلة انه ملف السد الاثيوبي على قمة المناقشات غدا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي. مظبوط، وطبعا الكلام دوت اللي انا بقوله طبعا يعني برضو ان اسعفنا الوقت هيبقى موجود صوتا وصوره، يعني برضو صدى البلد تمكنت من عقد لقاءات حصريه مع وزير خارجيه استونيا حول هذه النقطه تحديدا. الراجل كان واضح وصريح، يعني الراجل قال وزير إيه؟ خارجيه استونيا لحد ما تبعت لنا الشغل اللي عندك قال ايه. وزير خارجية أستونيا قال أن لا يمكن أن يتم أي خطوات أحادية الجانب. الاتحاد الأوروبي يندد بهذه الخطوات. طبعا احنا هنا بنتكلم على أثيوبيا لأن هي الدولة الوحيدة التي تتخذ خطوات أحادية الجانب، وقال أن الاتحاد الأوروبي لا تاني لا معلش معلش قبل ما قال ندد ندد هو في ندد ندد باتخاذ اي خطوات احاديه الجانب فيما يتعلق بملف سد النهضه. فالتنديد هنا طبعا بيعود على اثيوبيا، طبعا احنا مش محتاجين طبعا مش محتاجين تفسير. الدوله الوحيده التي تتخذ اجراءات احاديه. الجزء الاخر قال ان الاتحاد الاوروبي يعني ما معناه انه ندمان على رفض اثيوبيا انها لم تسمح له حتى هذه اللحظه بان يتدخل بإيجاد حلول ملزمة وجيدة لجميع الأطراف. يعني الاتحاد الأوروبي في الحقيقة يعني خلينا نقول على شوية ويجيب أثيوبيا يقول لهم خلاص يعني أنتم مجبرين الآن على الاستماع لنا. الاتحاد الأوروبي ربما هو أكثر جهة تعي تفاصيل سد النهضة. يعني خلينا نقول إن إذا نظرنا إلى باقي دول العالم ونظرنا إلى الاتحاد الأوروبي سنرى أن الاتحاد الأوروبي يعي تماما تفاصيل مشكلة سد النهضة، ويعي أكثر من تفاصيل سد النهضة ربما ما قد يترتب على مشاكل من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل أثيوبيا. يعني وزير الخارجية وزير خارجية أستونيا في لقائه الحصري منذ لحظات مع صدى البلد قال بالحرف الواحد نعلم أن هناك 110 مليون مصري يحتاجون إلى مياه النيل، ونعلم الذي يمكن أن يحدث لو حصل أي مشاكل في هذا النهر. فبالتالي الراجل ما بيتكلمش استونيا يا مجدي مش كده من سلوفينيا يعني استونيا كلام شعري استونيا بيتكلم كلام عارف هو بيقول إيه وعارف تفاصيل المشكلة ورايحة فين وجاية منين. هل يستطيع بقى الاتحاد الأوروبي ان هو يكمل ويضغط على أثيوبيا؟ هل تسمع أثيوبيا او تسمح أثيوبيا بهذا الضغط؟ هل يمكن ان يتخذ الاتحاد الأوروبي اجراءات ولديه الإمكانية ان يتخذ اجراءات ضد أثيوبيا لإجبارها؟ ده موضوع. هل نحن نستطيع ايضا كمصر ان نستثمر هذا الموقف للضغط على أثيوبيا؟ دي كلها امور ربما تبان خلال 48 ساعة. لا حضرتك بتقول لي وزير خارجية استونيا في تصريحات ليك من شوية بيتكلم على الموقف الأوروبي بيتكلم على 110 مليون في مصر وحاجتهم لمياه النيل، اتكلم بشكل واضح بهذه الدقة زي ما حضرتك بتقول. اتكلم يعني هو بيتكلم بيقول نحن نعلم حاجة 110 مليون مصري لمياه النيل، نحن نعلم ما الذي قد يحدث لو قلت نسب مياه النيل في مصر. يعني هو ما بيتكلمش مرة تاني ما بيتكلمش كلام يعني كلام جايبه كده من صفحات الانترنت، هو بيتكلم على معلومات دقيقة وصلت له بصورة سليمة وصحيحة من قبل المسؤولين المصريين أو غير المصريين
فبالتالي بيتكلم على معلومة واضحة وصريحة وفاهم هو بيقول ايه وبيتكلم فيه. مرة تاني وزير خارجية استونيا لا يتحدث باسم استونيا، وزير خارجية استونيا يتحدث باسم الاتحاد الاوروبي وحتى نهاية ديسمبر. طيب ده الكلام بعد لقائه مع السيد سامح شكري. تمام مباشرة بعد اللقاء. بالمناسبة اللقاء انتهى يعني من تقريبا من مفيش من 4 دقائق. نعم. هل ده يعني في إطار التحرك الأوروبي، في إطار تحرك الاتحاد الأوروبي، شايف أنه ده موقف أفضل من مواقف دول كثيرة؟ وزي ما حضرتك بتقول أنه استونيا مش بيتكلم بصفته وزير خارجية استونيا، بصفته هو رئيس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام. الموقف الأوروبي هو موقف أكثر من ممتاز. يعني ممكن نقول أن الموقف الأوروبي هو يفهم تماما مشاكل التي قد تتعرض لها مصر وقد تتعرض لها السودان بسبب اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب. أوروبا يعني في بيان كان صدر قبل جلسة مجلس الأمن كانت بتقول يجب التوقف التام عن عملية الملء الثاني حتى إيجاد اتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف. وبالتالي هي تعلم أيضا ضرورة، والجملة دي مهمة قوي، ضرورة إيجاد اتفاق ملزم قانونا وده في الحقيقة الموقف المصري. يعني إحنا كل اللي بنطلبه هو أن يكون هناك اتفاق ملزم قانونا وأن يتم الاتفاق قبل عملية بدء الملء الثاني. أو خلاص هو الملء الثاني بدأ، الملء الثاني بدأ هو بدأ صحيح يعني، ولكن مش بدأ معناه أنه ما ينفعش أتوقف. يعني لا يعني ما هو برضه يعني من خلال مجد، وانا عارف علاقاتك وانت ما شاء الله نافذ في الاتحاد الاوروبي وكل قيادات ووزراء الخارجيه والمجلس الاوروبي بالكامل، هل هناك تسريبات عن اي اجراءات من جانب اجتماع بكره وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي؟ بكره لا، ولكن اتصور يوم الثلاثاء يجوز ان تصدر قرارات ضد اثيوبيا بسبب اقليم تيجراي. ولكن خلينا برضو نبقى واضحين، يعني هناك ربط، مش عايزين نقول ان ربط مباشر ولكن ربط غير مباشر. بمعنى ان بكره هيبقى في كلام على سد النهضه وهيبقى في دعوه موجهه لاثيوبيا ان هي ان تسمح للاتحاد الاوروبي بان يقوم بدور حقيقي وايجابي في مساله سد النهضه. فلم يتم عندهم ملف تيجراي فيتم بناء على، لان الاتحاد الاوروبي في هذه المرحلة ما يقدرش ياخد إجراءات عقابية ضد أثيوبيا بسبب ملف السد، ولكن يستطيع أن يتخذ إجراءات عقابية بسبب ملف تيجراي ولكن خلفيته ملف السد المصري. الاتحاد الأوروبي بالمناسبة يحتاج إلى مصر. وزير خارجية مالطا برضو أنا أجريت معاه حوار صغير وسريع، قال لي يعني الرجل كان برضو كان واضح وصريح، قال لي شوف يعني انتوا 110 مليون احنا ما نستحملش اي مشاكل تحصل في مصر، لان اي مشكله تحصل في مصر هتصب تاني يوم في اوروبا. فبالتالي احنا عايزين استقرار كامل وكامل وكامل لمصر حتى تستقر اوروبا. الراجل واتصور هنا كان بيتكلم على مسائل الهجره والهجره غير الشرعيه، لانه يعلم تماما ان اي مشكله هتصيب اوروبا باليوم اللي بعده على طول. فبالتالي اوروبا من مصلحتها ايجاد حل لمشكله سد النهضه حتى لا تتاذى او لا يتاذى الداخل الاوروبي. يعني هم كمان خايفين على نفسهم وعايزين استقرار في مصر، مش عايزين مشاكل عشان احنا كمان امننا لا يتعرض لمخاطر بسبب مش بس امنهم ومش بس الهجره. هو عنده كمان، هو اوروبا بتعول على مصر في كل ما يخص الملف الفلسطيني الاسرائيلي، كل ما يخص الملفات الامنيه، كل ما يخص ليبيا، ملف المتوسط، كل ما يخص الملف الليبي. وبالتالي وده بالمناسبه برضو مش قصص، يعني احنا مش بنتكلم يعني عشان عايزين نقول ونعظم في دور مصر، احنا بنتكلم على حقائق وكلام، يعني مش مجاملات، كلام حقيقي، كلام واضح وصريح. وبالتالي القصة هو ان من ابقى او من اهم اليوم لكل ما يهم اوروبا؟ مصر بلا شك. كمان مسألة تيجراي تدي الاتحاد الاوروبي
قوة ضغط أكثر لأنه يرى أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وصلت إلى درجة جرائم الحرب في أثيوبيا. اجتماع هل وزير الخارجية عنده حاجة النهاردة تاني ولا خلاص خلص اجتماعات النهاردة ويستأنف غدا؟ اليوم انتهت اجتماعات الوزير غدا صباحا. قول لي بكرة. الحقيقة صباحا جدا يعني بدري جدا وحنضطر نصحى برضو بدري مع معالي الوزير. من 7:30 صباحا هيكون عنده اجتماعات مع وزراء قطاع عمل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. عنده لقاء مع مفوض الهجرة، عنده لقاء مع مفوض شؤون التنمية، عنده لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي وسيسلم رسالة لرئيس المجلس الأوروبي من فخامة الرئيس، وعنده لقاءات أخرى ثنائية مع بعض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. يوم الثلاث هيكون اليوم سريع وقصير، هيلتقي بجوزيف بوريل منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي وبسوفي ويلمس وزيرة خارجية بلجيكا. وكان يفترض ان معالي الوزير كان عنده لقاءات في لوكسمبورغ ولكن ألغيت هذه اللقاءات بسبب إصابة رئيس وزراء لوكسمبورغ بفيروس كورونا. ايه اللي حصل في اجتماع وزير خارجية سيد سامح شكري وزير خارجية الإسرائيلي؟ حقيقة الاجتماع كان طويل، يعني الاجتماع امتد لأكثر من ساعة. الاجتماع كان جزء كبير منه كان على برضه كان على ملف سد النهضة، ولا يخفى على أحد قصة إن هل إسرائيل فعلا بتساهم أو بتساعد أثيوبيا في مسألة بناء السد وفي مسألة حماية السد وفي هذه المسائل وستستفيد من مياه السد أم أن هذه إشاعات. فجزء كبير كان على هذه القصة، الجزء الآخر كان على قصة كيف ستعتني مصر خلال الفترة القادمة في عمليات الهدنة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحديدا في قطاع غزة. وعلى ما يبدو إذا كنت فهمت مظبوط يعني أو إذا كنا عرفنا نوصل للمعلومة، كان هناك أيضا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس وزراء إسرائيل لشكره، تقديم شكر خاص جدا على الدور اللي لعبته مصر في عملية التهدئة في قطاع غزة في الفترة الأخيرة. التقيت وزير خارجية إسرائيل أو عمل مؤتمر صحفي؟ هنتكلم في أي أمور؟ الحقيقة يعني اتكلمنا مع وزير خارجية إسرائيل وسألناه في الحقيقة، يعني إحنا برضو كان يهمنا إحنا كمان عايزين نعرف يعني، وإحنا كنا واقفين جدا وصراحة مع الوزير وسألناه يعني هل قلنا له إن الرأي العام المصري بيتكلم على إنكم أنتم بتساعدوا أثيوبيا في بناء السد وفي حماية السد وقد تستفيدون من هذه المياه؟ كانت الإجابة في الحقيقة إن لا، دي كلها إشاعات. وهو قال لي إن الكلام دوت أنا شرحته لمعالي الوزير شكري، معالي وزير الخارجية المصري، قال لي إن هو شرح هذه النقطة لمعالي الوزير وقال إن هذه إشاعات وألمح إلى إن وراء هذه الإشاعات هم جماعة الإخوان وإن الغرض هو إن مصر تتوقف عن لعب دورها الرئيسي في عملية السلام في الشرق الأوسط. في جملة قالها وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن لن نضحي بعلاقاتنا مع مصر لأن علاقاتنا مع مصر تعني أمننا وتعني سلامنا وتعني سلام في الشرق الأوسط، ولن نضحي بهذه العلاقة عشان أثيوبيا، وإذا أجبرنا على الاختيار ما بين هذا وذاك طبعا بالتأكيد سيكون ان احنا هنقف مع مصر في حقها في المياه. ده الكلام برضو اللي اتقال من وزير الخارجية الاسرائيلي. ما بعد كده بقى، هل فعلا الكلام اللي هو قاله ده كلام صحيح؟ العهدة على الراوي وليس علينا، ولكن هذا كان كلام واضح وصريح حول ما اسماه هو بنفسه في الحقيقة اشاعات مغرضة من جماعات تهدف الى محاولة منع مصر عن دورها الحقيقي في السلام في الشرق الاوسط. مجدي الحق تبعت لنا الشغل قبل قدامك وقت. طب نلحق الماتش، نلحق الماتش. طب الاول يا استاذ احمد، لا الشغل اهم من الماتش يا راجل. الماتش لا عندك حق طبعا. لا دلوقتي فعلا في لندن. ابعت لنا عشان شغل مهم كمان، يعني ارجوك سريعا نحاول نلحق، يعني قدامك اقل من ساعه من دلوقتي تبعت لنا الشغل لو سمحت. بشكرك وبو، هنتابع معاك اكيد مع وزير الخارجيه، يعني تبقى موجود مع السيد سامح شكري طوال الوقت، طول ما هو موجود عندك انت موجود معاه
ساعات الليل والنهار لحد ايه ما تخلص شغلك. بشكرك زميلنا مجدي يوسف، مجدي من صحفيين مراسلين المتميزين للغايه في الاتحاد الاوروبي. مجدي مش عايز اقول لحضراتكم علاقته في كل دول الاتحاد الاوروبي، رئاسه الاتحاد الاوروبي، كل مسؤولين وزراء خارجيه، رؤساء علاقاته بسم الله ما شاء الله، فيعني دايما بيتميز بانفرادات قويه للغايه. نرجع مرة تانية زي ما بقول لحضرتك، ده جانب من لقاءات السيد سامح شكري في بروكسل بعد ما وصل على طول عمل هذه الاجتماعات المهمة، الملف الأولاني ملف السد الأثيوبي، الملف الثاني قضية الفلسطينية، عدد من الملفات. مؤكد بكرة هيكون في أيضا جزء خاص بليبيا وما يحدث في ليبيا، مؤكد سوريا، ما يحدث في المنطقة بشكل عام، لأنه مصر زي ما بقول لحضراتكم والجميع عارف الدور المهم للدولة المصرية واستقرار هذه المنطقة بالكامل. لا حد عايز يحصل مشاكل ولا حد عايز هناك قلاقل، ولكن خلينا انه مسألة السد مؤكد، والناس كل الناس رأي عام جوه بره بيتكلم على هي اثيوبيا تقدر تعمل ده لوحدها، هي اثيوبيا يعني بتعمل ده ومحدش وراها يعني. طيب خلينا نروح إلى نيويورك، سعادة السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الدائم بالأمم المتحدة. سعادة السفير أولا مساء الخير. أهلا بك أستاذ أحمد، مساء النور، وأهلا بأهلنا في القاهرة العامرة ومصرنا الغالية. أولا بحيي حضرتك على جهد حضرتك بصراحة جدا، الأداء المتميز للدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدة مع كافة الدول، وبالتالي جهد لابد من تحية حضرتك عليه. نبدأ من احنا رايحين فين بصراحة الايام القادمة، يعني هل هناك تطورات جديدة ممكن تحدث؟ وزير الخارجية موجود النهاردة في بروكسل، عنده اجتماعات مهمة، عنده بكرة اجتماع مع وزراء الاتحاد الاوروبي، ايه اللي هيتم الايام اللي جاية؟ اشكرك استاذ احمد، شكرا جزيلا. وطبعا واي جهد يتم هو جهد جماعي من كل المؤسسات ومن كل الزملاء في بعثاتنا في الدول المختلفة ودول اعضاء المجلس. خليني اقول لك بداية استاذ احمد، من كان يمانع في أن يصل الملف إلى مجلس الأمن؟ طبعا الطرف الآخر، نعم، وأعضاء من أعضاء المجلس، عدد من أعضاء المجلس ودول تملك حق الفيتو، هي رؤيتها أن هذه الملفات لا تأتي إلى المجلس. لكن في نهاية المطاف ماذا تم؟ رؤيتنا وموقفنا تغلبت، وهو تحرك لم تنجح فيه دولة أو دبلوماسية أخرى في 75 عاما من عمر المنظمة. إذا كان لديك قضية عادلة فعليك أن تعرضها، وهذا بالطبع يتم في محافل مختلفة وصولا إلى أعلى محفل دولي وهو مجلس الأمن. طبعا أنت هناك تفصح عن المسكوت عنه، تعلن بوضوح وقوة ما لا يرغب الآخرون في إعلانه، وأن يكون هناك وضوح معلوم في مواقفنا ومواقف الآخرين. فهذا هو المبتدأ، أو هذا هو يعني بداية الطريق إلى المجلس وما أتى بنا إلى مجلس الأمن. سعادة السفير، هل إحنا بصراحة كنا رايحين عشان دعم المجتمع الدولي، ولا رايحين رسالتنا تصل للعالم كله وبالتالي إنه الكل يبقى عارف إيه القادم، إنه المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية؟ كنا رايحين للمجتمع الدولي، ولا رايحين يعني يتحمل مسؤوليته ولا ناخد منه دعم، ولا بنوصل رسالتنا بشكل واضح امام مجلس الامن؟ طبعا انت تحمل المجلس مسؤولياته، يريح اعضاء المجلس الا تفعل، ولكن لماذا تعفيهم من مسؤولياتهم بموجب الميثاق؟ احنا ذهبنا هذا العام ومعنا الاشقاء في السودان، وهذا موقف متقدم عما كان الحال عليه في العام الماضي. طبعا هذا الأمر ظاهره هين، ولكنه يعني كان شاقا ومعقدا، واستلزم تحركات دبلوماسية وسياسية مكثفة شاركت فيها بعثات في عواصم عديدة، ووصولا إلى الثلاث سياسية الرفيعة على مختلف الأصعدة. فيعني كما أقول هذا أمر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لكن الأمور بالطبع لا ينظر إليها بمنظورنا فقط، نحن فقط، ولكن أيضا بمنظور الآخرين. طبيعة القضية وتعدد أبعادها الفنية والقانونية والسياسية وامتداداتها الزمنية في الماضي والمحتملة في المستقبل، وأمر بالطبع أمر يعني يجب أن يؤخذ في الاعتبار. بالطبع كتاب القانون الدولي يتضمن ما يجب أن يكون من الحق والعدل والمشروعية الدولية، أما إنفاذ القانون الدولي فيتم من خلال أطراف تعطي الأولوية لرؤيتها ومصالحها الوطنية بالأساس، وهذا أمر لا يجب أن نتفاجأ به أو نستغربه، ده واقع النظام الدولي في هذا الأمر وغيره.
والدول بعضها يعتبر أنه قد تجاوز سياساته الثابتة على مدى عمر المنظمة. ووصل إلى حد يعني البعض يفصح أننا يعني دفعناهم إلى العمل بشكل يناقض سياساتهم الثابتة بالوصول مثل هذه الملفات إلى مجلس الأمن عكس رغبتهم. والأمر مزدوج الحقيقة، لدول منابع تخشى إرساء سوابق، ودول مصبات تخشى أن تطالبها شعوبها بتحرك مماثل لا تقوى عليه لأن جيرانهم دول كبرى. فهذا أمر يجب أن نكون مدركين له، ويعني ألا نفترض غير ذلك، يعني أن كتاب القانون الدولي هو واقع القانون الدولي، بينما الواقع يوضح اليوم يوضح العكس. العالم مليء بالقضايا التي تهدد السلم والأمن وتزهق الأرواح وتلحق الدمار، ولن نطلع المجلس مسؤولياته في حله، ولنا في القضية الفلسطينية حدث ولا حرج. وقضية غزة الأخيرة عندما انطلق الأمر والضحايا على مدى أسابيع، المجلس كل ما استطاع أن يفعله أنه بعد أن أنهت مصر الأمر بإبرام الاتفاق، المجلس أصدر بياناً صحفياً يثمن ما قامت به مصر وهذا والسنتيز وقف إطلاق النار، لكنه لم يتدخل لوقف نزف نزيف الدماء. غير قضايا الأشقاء في اليمن وسوريا وليبيا وغيرها، وغير 70% من أجندة المجلس قضايا أفريقية مر على بعضها عقود من الزمن وهي تروح مكانها. فلا عجب وإذا عرف السبب بطل العجب يا أستاذ أحمد. لا معلش، بس على السفير أنا بتكلم هنا على حياتنا، بتكلم على قضية وجودية بالنسبة لنا. يعني هذه القضية مش مجلس الأمن مش أنا هقعد مستني قراره بعد 10 سنين ولا بعد سنة حتى، مش كده؟ بالطبع لا، أنت ليس عليك أن تنتظر. أنت تذهب لأولا أن تعرض قضيتك بقوة وبمنطق وحجة، أن تحمل الأطراف مسؤوليتها، أن تشرك الأطراف في تحمل هذه المسؤولية وأن تقوم عليه أن تفعله. أما أن تفعله أو لا فهذا أمر يعود إليه. وخليني أقول لك أستاذ أحمد، ما هو أفضل سبيل ألا يمسكك أحد من يدك التي توجعك؟ ألا تكون يدك توجعك في الأساس، يدك مناعتك وقوتك الوطنية شاملة، ده أمر مهم بما في ذلك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. النفط برضه في أنفسنا وقدرتنا على تشكيل مستقبلنا بعمل وجهد وإخلاص، يكون عندنا تخطيط ورؤية منهجية للمستقبل، وأن نوظف أيضا قوتنا. إحنا لدينا دولة، مصر دولة مهمة لها عناصر قوة عديدة، لها علاقات مع الآخرين، يستلزم هذا أن نتحرك وكل مؤسساتنا في اتجاه واحد، رؤية واستراتيجية موحدة تقوم على توازن وتبادل المصالح مع الآخرين. سعادة السفير، وخلينا أقول لك برضو أحمد، فضل فندم، فضل هي عايز حاجة، بس هي يجب أن نستوعب برضو الدروس. نحتاجين نبحث عن إجابة موضوعية لسؤال مهم وحاد، هو كيف أن دولا مثل إثيوبيا والسودان تمثل شريانا حيويا لحياتنا؟ كيف أن هذه العلاقات معها تأرجح منحناها بين الصعود والهبوط؟ الصعود في قليل من الأحيان والهبوط في كثير من الأحيان، بينما كان يجب أن تكون علاقتنا بهذه الدول من أقوى وأوثق ما يكون. فهذا أمر مهم أن نتدبره، وأن يعني ولكن هذا حديث آخر. فمن مهم إيجاد المساحات المصالح المشتركة التي تجعل الآخرين يدركون أن مصالحهم في التعاون معنا وليس العكس، قد أيضا ينطبق علينا مثل كذلك. طيب وزير خارجية اتكلم بشكل واضح أمام مجلس الأمن، سيادة الرئيس تحدث بشكل واضح أيضا في مسألة اللجوء لمجلس الأمن، نتيجة لأنه طريق مسدود أمام المفاوضات اللي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي. احنا مع الاتحاد الأفريقي أنه موجود ورئاسة تبقى موجودة وكله، ولكن عايزين الأطراف الدولية تشارك بفاعلية وليس كمراقبين، عايزين يبقى لهم دور. النهاردة الاتحاد الأوروبي بيتكلم في هذا الأمر، هل هناك أمل في دخول هذه الأطراف كمشاركين في المفاوضات ولا لا؟ هذه الأطراف أصبحت مقرنة بالفعل بدخول الملف إلى مجلس الأمن لعامين متتاليين، وسمعنا عن بعض الأطراف تعرض أن تقوم بدور وتعرض أن تقوم بوساطات. فهذه الأطراف أصبحت بالفعل ضالعة في الأمر ومنخرطة في أرادت أو لم تر. بالطبع هناك أيضا أطراف تشارك كمراقبين، وطبعا ما كان المطلوب كان هو أن يعزز وضع هؤلاء المراقبين وأن يكون لهم دور أكبر حتى يدفعوا بالمسار إلى نتائج عاجلة ونتائج تحقق مصالح كافة الأطراف وبشكل سريع، ولا يترك الأمر إلى ما لا نهاية. بالطبع فين مشروع القرار النهاردة؟ وصل فين؟ مجمد ولا شغال ولا إيه اللي بيتم؟ في كل ذلك القرار هو وسيلة وليس غاية. نعم.
الغاية هي الدفاع عن القضية أمام أعلى محكمة الدولة وعرض موقفنا بقوة ووضوح وحجية ومنطق أمام العالم بأسره، وهذا أمر تام. ويعني إذا كان الكل يثني على كلمة سيد وزير الخارجية وما تضمنته من حجة ومنطق، فمعنى هذا أن الدفاع عن القضية وتوضيحها تم بشكل واضح وبشكل جلي. ما يقوم به الآخرون أمر يرجع إليهم، ما يقتنعون به أو يرغبون في الاقتناع به أو يرفضون الاقتناع به هذا أمر يعود إليهم، لكن القضية واضحة والمنطق واضح. هناك طبعا القرار عملية فنية إجرائية تستلزم أن يقوم من قدم القرار وهو الأشقاء في تونس، ويجب أن يعني أثمن موقف تونس الشقيقة والجهد الذي بذلوه الأشقاء في تونس، هي لهم كل التحية والشكر والتقدير، وهم يبشرون ذلك بسبب حكم عضويتهم الحالية بمجلس الأمن تقدمهم هذا القرار نيابة عن مصر وعن السودان. هذه العملية ستتواصل وليس لها الحقيقة أجل زمني محدد وصولا إلى الاتفاق على النص أو المضمون، ثم يتوافق أعضاء المجلس عقب ذلك على الشكل أو الإطار كمخرج، ويتم التنسيق مع مصر والسودان من خلال الأشقاء في تونس بشأن كيفية التعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة. وأي المسارات المتاحة أفضل وأجدى أيها يمكن أيضا استثماره بشكل أكثر فائدة في التحركات المستقبلية، لأن هذا الأمر يجب أن ندرك أنه لن يتلاشى فجأة أو يحل بإجراء أو تحرك واحد، ولكن هناك حزمة متكاملة وخطوات تتلو كل منها الأخرى لاستكمال ملف القضية واستنفاذ الخيارات والبدائل وتحديد البصر في كل مرحلة حسب تقييم أبعادها ومقتضياتها، وطبع هذا أمر يتم على مستوى الدولة وأجهزتها العليا. هل متوقع هذا الأسبوع ولا ممكن بعد شوية لسه؟ ليس هناك كما أشرت حد زمن. الأمر يتوقف على أعضاء المجلس ومنطرتهم فيه وما يطرحونه وما نقبله نحن أو لا نقبله وما نرى أنه الأجدى لنا أن نقوم به. قد نقبل أشياء وقد نرى أن نقبل أن لا نقبل بها. والقرار طالما قدم يظل بالإمكان تفعيله في أي وقت، طالما أنه الطرف الذي قدمه ما زال عضوا بالمجلس وما زال متعاونا وراغبا في أن يقوم بدوره في الدفاع عن هذه القضية. معلش أنا هسأل سؤال ولسيادتك طبعا كدبلوماسي ومندوب مصر الدائم ترد على خيبة أمل في الموقفين أو تحديد الموقف الروسي. خليني أقول لك أحمد، أنا كما أشرت فضل فندم يجب أن ندرك أن الأمور الأطراف تنظر إليها بمنظورها وليس بمنظورنا نحن. هذا أمر يرجع إليها ولا يرجع إلينا. كما أشرت القضية واضحة وأبعادها واضحة وتم عرضها كما استمعت أنت واستمع المشاهدون بشكل واضح ومنطقي ومنهجي مدعم بالوثائق والحجج. الآخرين طبعا الآخرون يرون ما يرون أن ما يريدون أن يروه ويتصف مع مصالحهم. يمكن أنت استمعت إلى حديث وزير إثيوبيا عندما أشار إلى أنه هذه القضية لم تأتي من قبل المجلس وأنه قد تتوالى القضايا من هذا النوع في الوصول إلى المجلس. وبالتالي هناك بالطبع تحسب من الأطراف ليس نتيجة انحيازها لطرف أو نتيجة أنها تفضل وجهة نظر على أخرى، ولكن نتيجة مصالحها المباشرة. وبالطبع كل طرف يدافع عن مصالحه المباشرة وفق سياساته وفق رؤيته، وهم بالطبع بالفعل يعتبرون أن مجيء المجلس الأمر المجلس مرتين في عامين متتاليين وهو أمر لم يحدث من قبل يعتبرونه أمرا يعني البعض يتحدث معنا صراحة أنني لم أكن، البعض يقول لنا لم أكن أتصور أن دولنا تعمل في اتجاه معاكس لسياساتها الثابتة على مدى عقود من السنة. هل سعاد السفير يعني وأنا في هذا الوضع انه قدمنا وثائق معينه لهذه الدول لمندوبيهم اللي موجودين حول ما جرى على مدى 10 سنوات كامله من مفاوضات وغيرها ثم بعد اتفاق اعلان المبادئ وغيره، هل قدمنا مستندات كامله تكشف احنا بنساعد ازاي وهم بيتخلوا ازاي عن مسؤولياتهم في اثيوبيا؟ طب نحن قدمنا ما نراه داعما لموقفنا وما نراه أيضا تقييما لما تم ولما حدث ولذلك نحن كنا راغبين في أن الأطراف تنفرد بشكل أكبر، لأنه نحن نرسل إلى مجلس الأمن نقول أننا الطرف الذي تعاون
والطرف الآخر لم يتعاون. الطرف الآخر يرسل أيضا إلى مجلس الأمن يقول أنه قد تعاون وأننا لم نتعاون. بالطبع كل يدافع عن وجهة نظره ويضع ما يخدمها. في ختام الأمر ذلك نحن أوضحنا لأعضاء المجلس أنه إذا الأمر استمر كذلك سنكون في دائرة مفردة، ولذلك لابد من وجود أطراف لديها القدرة الفنية والقانونية والسياسية أن تنخرط بشكل أكثر مباشرة حتى يكون هناك فصل في هذا الخلاف، وإلا ظل هذا الخلاف في دائرة مغلقة. خليني أقول لك برضو أنه يا أستاذ أحمد أنه علاقات الدول هي برضو كائن حي يجب أن نرعاه في كل مراحله. يعني هي ليست نبتة يعني ننزعها بالمكان لنضيعها. أعتقد ده أحيانا نتكلم مع أهلنا في بلدنا الغالية الحبيبة وعلاقاتنا مع الدول الأفريقية يجب أن نراها من هذا المنظور. العلاقات لازم أن ترعاها دائما حتى تنمو وتثمر في كافة مراحل حياتها. يعني هي نبتة تنمو وتموت على مدى الزمن، ليست شجرة أو نخلة ننزعها من مكان نثبتها في مكان آخر فجأة لنلتقط الصور التذكارية بجوارها في المناسبات. هذا يجب أن يكون علاقتنا العضوية بقارتنا الأفريقية إذا أردنا أن نرى مردودا يسرنا ويسر الناظرين. فالعلاقات الدولية ديناميكية ما هيش استاتيكية. وفي كل من مصر وسودان وإثيوبيا تغيرت الأمور والأوضاع السياسية عامة السنوات الأخيرة وتبدلت التفاعلات بينها. على سبيل المثال ما كان هناك حكم قضائي في نزاع حدودي بين إثيوبيا وإريتريا، اختلف البلدان على كيفية التعامل معه فظل لعقود غير مناسبة. في أثناء ذلك فرض مجلس الأمن عقوبات على إريتريا على خلفية أمور أخرى، وكانت إثيوبيا تتحسس كثيرا وتعارض تماما أي إثارة في المجلس برفع العقوبات عن إريتريا. لكن ماذا انتهى إليه الأمر؟ انتهى الأمر مؤخرا إلى أن إثيوبيا هي التي خاطبت مجلس الأمن رسميا مطالبة برفع العقوبات عن إريتريا. ثم تطور الأمر إلى ما شاهدناه مؤخرا من دخول قوات إريتريا لإثيوبيا بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية لمساعدتها في الصراع للنشب بالتجري. فالعلاقات الدولية كائن حي متطور، ليست فيه صداقات دائمة ولا عداوات دائمة ولكن مصالح دائما. إيه السر وراء، معلش أنا طولت على حاجة، وراء عدم صدور أي إدانة من 14 دولة أو 15 دولة بمعنى دقيق في المجلس في حول الملء الثاني؟ أنا أقول لك شاهد برضو أنه الدول تتحسب بمن تبعات ما تلزم نفسها به. وبالتالي هي دائما تتحسس موقفا وسطا لا يرتب عليها التزامات. لأنه إذا أخذت موقفا فستأتي الشهر القادم أو الشهرين القادمين وتقول لهم ماذا تم. هو ليس لديه شيء. يعني أعضاء المجلس يشيرون إلى أنه المجلس بالفعل في قضايا معقدة يوميا يسقط الضحايا بالألاف وفي أماكن كثيرة جدا. وأنا قد أشرت إلى ماذا تم في الأمر في غزة، ماذا تم الأمر في اليمن، ماذا تم في سوريا، ماذا تم في ليبيا. كل هذه أمور المجلس يتناولها لكنه في نهاية المطاف لم يستطع أن يجد لها حتى الآن بعد سنوات وسنوات حلولا. فالمجلس قدراته أيضا يعني كما أشرت هناك فارق بين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما يجب أن ينفذ ويطبق وبين ما يتم على أرض الواقع، لأنه يتخذ مسارا سياسيا وأبعادا سياسية تتعلق بمصلحة الدولة في التوقيت الآن وما تتحسب لأن يرتبه عليها من تبعات في المستقبل القريب، سواء ما يتصل بمصالحها أو ما يتصل بمسؤوليتها وما يمكن أن تطالب بالتفاديه بعد. فلذلك دائما هناك تجد أن هذه الدول يعني تأخذ موقفا وسطا. لكن في النهاية خليني أقول لك برضو أن كل ما طلبنا فيه هو أيضا ترجم في كلمات الدول. الدول احنا بنقول على تعزيز المسار الافريقي، الدول طلبت به. بنقول ان يكون هناك ان تنتهي الامور الى حل، الدول طلبت بذلك. الدول اشارت اجراءات احاديه وان يمتنع اطراف عنها. فما طلبنا به هو ايضا ما تضمنته كلمات الدول. لكن بطبع الكل يضعه في القالب وفي الشكل وفي الاطار الذي يعني يخدم مصالحه ولا يرتب عليه التزامات قد لا يستطيع الوفاء بها لاحقا.
هل سيادتك النهارده بنعمل بعد هذه الجلسه بنعمل اتصالات اخرى بطريقه اخرى مع اعضاء الدول مره اخرى عشان على الاقل ناخد يعني تغير في المواقف لصالحنا في حاله تقديم هذا المشروع مره اخرى؟ بنعمل ده دلوقتي؟ هذه الاتصالات كانت من قبل ومستمره وستستمر. نعم. هذه الاتصالات ليست مرتبطه بحدث، وليست مرتبطه بجلسه، وليست مرتبطه بقرار. هذه الاتصالات ممتده على مدى الزمن في الفترة الماضية ومستمرة حاليا وستستمر فترة قادمة، لأنها كما تعلم ويعلم الجميع هي عملية يعني عملية مستمرة، هي ليست حدثا ينتهي بإجراء أو ينتهي بقرار، ولكنها عملية معقدة طويلة متشابكة متعددة الأبعاد يجب أن ننخرط فيها، وكما أشرت ننخرط فيها أيضا برؤية المستقبل. هذه الدول في النهاية يربطنا بها تاريخ مشترك ومصير واحد شئنا أم أبينا. فيجب يعني هذه الشعوب الثلاثة هي في النهاية شعوب عظيمة يجمعها نهر عظيم من الأزل وإلى الأبد. علاقتنا بها ليست وقفية عابرة ولكنها تاريخ مشترك ومصير واحد. يعني الخلافات السياسية يجب أيضا أن نضعها في إطارها بشكل أن نستطيع أن نجعل هذا النهر فائدة مشتركة، أن نجعل في وداء المنحة والطرح الذي تطرح به مصر أن هذا النهر يجب أن يكون مساحة للتعاون والفائدة المشتركة. وبالطبع هناك ميراث ثقيل من الماضي من الحساسيات والتعقيدات وغياب الثقة، وكثير منها في تعامل مع الماضي ومع الشعور بمظلوميات تاريخية أيا كان أسبابها أو هذا حديث آخر. ولكن يعني دائما إذا وضعت الماضي في مقابل الحاضر تسد به طريق للمستقبل. يجب أن لا يعني يكون تعاملنا مع الماضي ولكن مع المستقبل. وبالطبع هي برضو يعني أنا أقول لك أنه أن الميراث اللي نتركه للأجيال القادمة يكون شيء مؤلم، أن يكون الانطباع هو أن إحدى الدول لا تريد التنمية للأخرى وإحداها تريد أن تعطش الأخرى. يعني هذه وصفة للمستقبل يظلم الأجيال القادمة التي يجب أن تتجه جهودها لأفق جديد من التفاهم والتعاون والمصالح المشتركة. هل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن وأعتقد أنه سيحدث. وفي النهاية يعني يمكن كما تضمرت كلمة مصر، كل دولة يعني لها مصالح الحيوية وتستطيع أن تدافع عنها وأن تحميها. وبالطبع يعني في النهاية مصر ليست دولة صغيرة، ومصر ليست دولة ليست لها مصالح ممتدة مع أطراف كثيرة، لدينا مصالح متشعبة يجب أن نوظفها بالشكل الذي يخدم قضيتنا والذي يخدم رؤيتنا والذي يخدم موقفنا. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة. من شوية الماتش بدأ، طبعا نهائي اليورو إيطاليا انجلترا. انجلترا حاليا سجلت الهدف الاولاني في الدقيقه الثانيه، يعني ما صدقت انجلترا الماتش بدا، نازلين سخنين سجلوا الهدف الاولاني. وحضراتكم شايفين يعني ويمبلي قبل المباراه، وده طبعا البطوله كاس البطوله زي ما حضراتكم شايفين اهو، شايفين الملعب، ولا تقول لي كورونا ولا تقول لي فين، انا بكلمك على انجلترا. حضرتك شايف استاد ويمبلي مليان على الاخر، مفيش موضع لقدم. طبعا 99% من هذا الجمهور هو جمهور انجليزي، وزي ما قال لك كم الف هيكون الجمهور الايطالي. ادي كاس البطوله اهو في داخل الملعب قبل بدء المباراه، بعد السيطره عن احداث الشغب اللي حصل، نزول دخول جماهير بدون تذاكر، تم السيطره ودخلوا الكاس البطوله زي ما حضراتكم شايفين. مين هيربح هذه الكاس؟ من سيحمل هذه الكاس الليله؟ وجمهوره هيحتفي طوال الليل فرحا بريطانيا او انجلترا قالت لك لو فازوا بالبطوله بكره اجازه رسمي عندهم عشان هيحتفلوا النهارده. ايطاليا طبعا لسه زي ما بقول لحضرتك، ولكن ماتش قوي شغال 1-0 لانجلترا في الدقيقه الثانيه، مباراه الناريه بين المنتخبين الكبيرين. ساد ويمبلي الشهير، شايفين حضراتكم الملعب مليان قد ايه، مفيش اي اجراءات، لا تقول مفيش تباعد، ايه ده ناس قاعده على بعضها، ناس قاعده في المدرجات على بعضها زي ما احنا شايفين. تاني بقول لحضراتكم مهم، ولكن تم يعني السيطره على اللي حصل قبل
المباراة بأكثر من ساعتين، وبدأت المباراة في الموعد المحدد ليها بتوقيتنا التاسعة مساء كما نتابع وهنوافي حضراتكم بهذه المباراة. انجلترا سجلت الهدف الأول في الدقيقة الثانية في مرمى المنتخب الإيطالي، ولكن هل المباراة تنتهي على كده؟ امبارح الأرجنتين سجلت أيضا في الشوط الأولاني ربما في الدقيقة يمكن نص منتصف الشوط الأولاني وحافظوا على الهدف حتى نهاية المباراة. المباراة رغم أنها كانت صعبة ولكن فازت الأرجنتين في النهاية. هل إنجلترا تستطيع الحفاظ ولا لا؟ هنتابع الماتش. مبروك للنادي الأهلي، يسعد الجماهير كالعادة النادي الأهلي والأخطبوط كل الأهلي رجال 4-1 على المقاصة. مقاصة سجلوا هدف الأول ضرب جزاء وبعدين انتفض الأهلي، المارد انتفض واستطاع إنهاء المباراة الحمد لله 4-1. هذه مباراة قبل نهائي دور الأبطال إن شاء الله يوم السبت اللي جاي أمام كايزر تشيفز جنوب إفريقيا اللي هيكون في المغرب إن شاء الله، وإحنا في اليوم ده هنكون أجازة صراحة. أنا بقول لكم على هوا يوم السبت أجازة عشان الماتش هيبدأ الساعة 9، فعايزين نحتفل إن شاء الله ربنا يكرمنا عشان نروح النجمة العاشرة. فمباراة النهاردة الأهلي بيتقدم، عندنا 3 ماتشات ورا بعض الحمد لله، خدنا لحد دلوقتي ما شاء الله 9 نقاط في ال3 مباريات الأخيرة، وبالتالي بنتقدم مركز ورا مركز عشان نروح مركزنا الأول المركز المعتاد والمحبب والبطولة المحببة لينا إن شاء الله الدوري بإذن الله تعالى. 4-1 على المقاصة، شايف ناس كانوا بيشجعوا يقول لك المقاصة خلاص جاب الجون الأولاني ثم الثاني جاي ثم الرابع جاي، واللي حصل إرادة المولى سبحانه وتعالى، لأنه الأهلي زي ما بقول لحضرتك الأهلي يعني عنده رجالة بيلعبوا، فيدخل في هدف الأهلي يعود مرة أخرى مش بهدف، يعود ب4 أهداف كبيرة. محمد شريف سجل هدف الأولاني ولا أحلى، طلع تقريبا 2.5 متر فوق كده، ما تعرفش خد كرة علي معلول إزاي، يعني كرة صعبة جدا بس علي إيه رفعها كده ويعلق الكورة، محمد شريف طلع فوق زي ما أنت عايز، السهم طار، السهم سجل هدف التعادل بعد دقائق من هدف المقاصة. ثم بعد كده ربنا كرم بباقي الأهداف بتاع الشوط الأولاني، ثم بدأنا الشوط التالي 3 أهداف شريف طبعا النجم، شريف المخيف، شريف المرعب، مش مخيف كمان مرعب، هداف الدوري لحد دلوقتي، هو هداف الدوري ايه بفارق كبير جدا محمد شريف، ولكن الأهلي نجوم النادي الأهلي. مبروك جمهورنا العريق في كل مكان إن شاء الله. يوم السبت موعدنا ان الاهلي هيسافر يوم الثلاث بعد بكره برئاسه كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب يتراس بعثه النادي الاهلي، وش الخطيب وش السعد بيروح يرجع لنا بالبطوله، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله تعالى. البطوله دي مهمه قوي، البطوله العاشره ان شاء الله، مباراه سبت ان شاء الله باذن الله، ونلتقي السوبر الافريقي باذن الله تعالى امام الرجاء اللي فاز امبارح 2-1 في مباراه الكونفدرالية بالأمس، إن شاء الله نقابل بإذن الله الرجاء المغربي إن شاء الله في السوبر الإفريقي. النهاردة كان أيضا الثانوية العامة أدبي، امبارح كان علمي لغة عربية، النهاردة أدبي. الوضع النهاردة مختلف عن امبارح، وحتى امبارح ما كانتش فيه شكاوى كثيرة، النهاردة طلب تسأل بعض الناس طبعا بيتكلموا كالعادة طول الأسئلة الوضع، بس خلي بال حضراتكم اتكلمنا في ده امبارح ونتكلم فيه مرة تانية. النظام التعليم نظام الامتحانات النهارده بيتغير، فالناس تبقى عامله حسابها على كده. في طلبه وهتسمعوا الطلبه مش احنا اللي بنقول، في طلبه قال لك طويل قوي، مش معظمه او مش من المنهج يعتمد على الفهم، وده التغير في نظام التعليم، ان النهارده الحفظ خلاص لا مجال للحفظ، وفي ناس عماله تتكلم من امبارح الامتحان وتطوير الامتحان والنموذج الامتحان، في ناس قال لك ان احنا الحاجات اللي خدناها امتحانات تجريبيه مختلف عن اللي احنا الامتحان الرسمي اللي احنا سواء امبارح او النهارده. في طبعا طلبه ناس يعني متضايقين، الامتحان يعني صعب جدا طويل جدا ما كناش متوقعين كده، زي ما انتم شايفين كده بعض المدارس واولياء الامور، وطبعا كل واحد بيبقى مستني بنته وابنه، يعني بيبقى ناس ما بتنامش اللي بتعيط طبعا في بعض الحالات، ولكن زي ما بقول لحضراتكم مش هتلاقوا حالات كتير، لا هتشوفوا حاجات اخرى ونماذج اخرى، ولكن هو الثانويه عاده بيبقى كده. في ناس طبعا اللي حل
حد بيقول لك ده امتحان سهل قوي، هتسمعه الطلبه بعض الطلبه بعد شويه، امتحان هايل ده، انا الامتحان يعني خلاص. حد والله طالب ما شاء الله قال لك كان امتحان بالنسبه لي هايل، خلصه في ساعتين مش ثلاثه. في طلب قال لك لا ده الامتحان ده محتاج اربع خمس ساعات، مش ثلاث ساعات مش مكفيين، ده انت عشان تقعد تقرا مش عارف الاسئله وكذا. وامبارح سياده الوزير كان معانا، مش مطلوب منك تحل ال 60 سؤال، مش مطلوب، مش مطلوب منك تقفل الامتحانات زي كنا كل يقول لك قفلت، لا فيش حاجه اسمها قفلت. اجاوب اكبر عدد من الاسئله الاجابات اللي انت حضرتك فهمت السؤال، فجاوب بهذه الطريقه، مش لازم اوصل لاخر سؤال، حل اكبر عدد من الاسئله هتحصل على الدرجه الكويسه. طلبه النهارده بتسمعوهم بعد شويه وهما بيتكلموا، احنا حلينا كويس وهناخد نتيجه كويسه، اللي واثق من نفسه هيقول كده. وخلي ما هو الامتحان النهارده صعب على الكل او سهل على الكل، يعني مش سهل على، لا صعب على الجميع، هو امتحان للجميع. امبارح عندنا 350 الف طالب والنهارده عندنا تقريبا نفس العدد تقريبا او اقل شويه مثلا. طيب كام واحد اشتكى، كام شكوى راحت لي وزاره التربيه والتعليم النهارده، رصدوا كام شكوى، حتى لو كان في اي سلبيه بيتم على طول مواجهتها بعد دقائق، لانه في متابعه لكل على مستوى الجمهوريه، في غرفه مركزيه بتتابع اللي بيحصل في كل مدارس الجمهوريه، مين دخل مين عمل مين حاول يعمل كذا مين يعمل اي اجراءات، الدوله بتتحرك واجهزتها شغاله عندها اليقظه الكامله. تعالوا نشوف طلبه بيقولوا ايه، طالبات الاول بيقولوا ايه، نشوف. في اطار متابعتنا مع حضراتكم لامتحانات الثانويه العامه، حبينا ننزل نطمن على الطلاب ونعرف عملوا ايه في امتحان اللغه العربيه الشعب الادبي، ونسالهم هل الامتحان جه سهل ولا صعب، ونعرف منهم هل حصل تسريب في الامتحان ولا لا، وكمان نسالهم رايهم في نظام الاوبن بوك اكزام او امتحان الكتاب المفتوح. يلا نعرف الطلاب عملوا ايه النهارده من خلال التقرير ده، خليكم معانا. هو اصلا الكتاب اصلا ما فتحتوش، يعني انا ما استفدتش منه حاجه، هيضيع لي وقت ما فتحتوش. اصلا الامتحان طويل قوي، وانا بدانا بالنحو عشان نلحق نخلصه، لكن بعد كده عملنا القراءه والنصوص، بس هو تقيل وطويل قوي. لا ما فيش تاثير في الامتحان خالص، التاثير ده بيبقى بعد الامتحانات بس. بس الامتحان كان سهل، كان فينا مزجات سهله وكان فينا مزجات صعبه شويه، بس كان عاوز كل الامتحان كله كان عاوز على التفكير يعني، ويعني مجهود في الدماغ، وكنت لازم يعني تدوري عليه عشان تقولي الاجابه وتعملي. بس نظام الكتاب المفتوح رايك فيه ايه؟ هو النظام حلو مش وحش يعني، بس في امتحانات تانية تبقى صعبه وفي امتحانات تبقى سهله وكده، ففي ناس يعني ما بيعرفش يحلوا في ناس بيعرفوا يحلوا. بس بص هو مبدئيا كده الامتحان ده عايز شخص متخرج، يعني مش حد لسه بيدرس زينا. ثانيا موضوع الاوبن بوك ده، الكتاب ده ملوش اي 60 لازمه، يعني هو معانا زي مش معانا عادي، انا ممكن اسيبه في البيت واجي امتحن عادي، ما لهاش لازمه، ما فيش حاجه جت منه. الامتحان كان صعب جدا يعني، حتى المدرسين بيقولوا ان هو صعب، احنا هنقول بقى ان هو ايه؟ اقسم بالله يعني اصلا النحو كله يعني بتاع علمي النحو بتاعهم كان اسهل من بتاعنا، يعني هو ليه يعني مش فاهمه ليه الحاجات دي جيلنا، وكمان القطعه يا لهوي قد كده. طب انا هلحق اقرا ايه يعني؟ انا عقبال ما خلصت الثلاث قطع ببص لقيتهم فاضي 10 دقايق، ايه هحل ازاي يعني؟ ادرس ده كله وفي الاخر يطلع لي حاجه تانية؟ واحده بس، ايه اللي حصل؟ انا درست بلاغه، كميه بلاغه، وفي الاخر جات لي سؤال بلاغه. طب انا عايزه اسال سؤال، القراءه جايب لي ثلاث قراءه رهيبه، صفحه ونص هقرا صفحه ونص ليه؟ يقول لي الاب والاب، الاب عنف ابنه ازاي؟ هو رد الاب كان قاسي ولا هادي؟ هو انا كنت قاعده معاهم؟ هو الامتحان كان بتاع امبارح كان النحو فيه بتاع علمي كان سهل جدا، لكن النهارده كان صعب قوي. لو احنا كنا حاطين امل ان هو هيجي اسهل من بتاع علمي، لكن النهارده كان صعب قوي. وكمان القطعه ما حدش هيقعد يقرا القطعه ويضيع الوقت كله على الفاضي، لكن هي الاسئله متشابهه جدا يعني، انا السؤال انا ما كنتش عارفه ان انا اختار ايه. بس ف ربنا معايا. موضوع الكتاب المفتوح الاوبن بوك، النظام ده رايك فيه؟ لا هو النظام مش حلو يعني، هو اساسا الاسئله كانت جايه خارج الكتاب، ما كانش فيه حاجه من جواه خالص، ما كانش فيه اي حاجه ولا جمله فاتتني يعني. الكتاب كنت داخله وكنت قافلاه ما فتحتوش عشان ما فيش حاجه، كله كان خارج المنهج. الكتاب المفتوح انا عاجبني النظام، بس في مواد بيجي فيها اسئله
فوق مستواها فوق. فلا انا مع النظام انه يبقى كتاب مفتوح وكل حاجه، بس الاسئله ما تبقاش مستواها عالي قوي 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 كده للدرجه. بس الامتحان بالنسبه لي كان معقول. هو احنا اصلا ما فتحناش الكتاب خالص، الامتحان كان حلو بس كان محتاج وقت اكتر من كده. احنا ما احتاجناش الكتاب خالص غير لحبه ملاحظات بسيطه. كل الامتحان جاي متحرر عموما. الاجابات تحمل اجابتين، يعني اجابتين ينفعوا. تمام. الامتحان في مستوى متوسط. تمام. في كام سؤال سهلين لكن هو صعب، يعني المجمل بتاعه ان هو امتحان صعب. لكن بعدين احنا ما اتدربناش عليه، والقايلين ثلاث امتحانات تجريبيه. احنا اول امتحان امتحنا عشان التابلت نتاكد ان هو شغال وما كانش ماده يعني علميه. تمام. وتاني امتحان يعني نازل باجاباته، يعني احنا يعتبر ما امتحناش، يعني هم عمالين يقولوا ثلاث امتحانات تجريبيه واحنا ولا امتحنا ولا حاجه. بس والاسئله نمطها جديد خالص، هي بتعتمد على فهم اللغه اكتر من فهم المنهج. تمام. وثقافه اللغه بس. امتحان النهارده مجاز صعب زي بتاع علم امبارح. امتحان النهارده جه سهل بالنسبه لنا احنا، ما عدا النحو يعني في كام تريكه كده، بس يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني هنجيب درجه حلوه في الامتحان. الامتحان النهارده كان كويس، مستوى الطالب المتوسط عادي، وكان مثلا يعني النحو كان فيه تريكات شويه وبتاع، بس كابسه والنصوص كان كويس، وكان يعني الطالب المتوسط يقدر يحل عادي، يحل كويس. والكتاب المفتوح كان حته اضافات الاسئله فيها او بعض الاجابات او كده، كان حاجه كويسه وبتساعد الطالب برضو على اللي هو يحل كويس. الامتحان النهارده كان صعب شويه، في تريكات في النحو، بس يعني الحمد لله حلينا الحمد لله. والامتحان هي في تريكات فعلا في النحو، بس هو ما جاش زي علم ابدا. هو ما حصلش تسريب في الامتحان ده اول حاجه. تاني حاجه هو الامتحان طويل بس الوقت قليل قوي، دي المشكله بس. وكتاب مفتوح دي حاجه برده ما تساعدش ان الواحد برده يحل فيه. لا ما حصلش تسريب، بس الامتحان كان صعب النهارده، والنظام الكتاب المفتوح ده لا نظام رخم. يعني اصلا الاسئله جايه من بره المنهج، الاسئله جايه مش جايه من المنهج. هو والله الامتحان ما كانش صعب قوي ولا سهل قوي، هو كان بين الاثنين، بس المشكله كانت في الوقت. ثلاث ساعات برده للعربي ما كانتش مكفي، ومفيش تسريب الحمد لله جاي في الامتحان. والكتاب المفتوح هو برده بيساعد الطلاب، وفي حاجات منه جت في الادب والبلاغه. اهم حاجه موضوع التسريب، لا ما حصلش تسريب خالص. اما امتحان الموضوع الامتحان كان صعب شويه برده، الطالب اللي مذاكر هيحل واللي مش مذاكر برده مش هيحل. اما الوقت برده كان مش مساعد الطلاب اللي هم هيحلوا. يعني انا خاصه انا خلصت الامتحان بالظبط، في برده بيقول لك لا ما قدرتش اخلص الامتحان. موضوع بقى ان الكتاب بيساعد مش بيساعد، يعني برده من النارين، ممكن الطالب بيساعد بنفسه بيه وممكن برده لا. الصراحه الامتحان كان سهل جدا، بتهيألي اسهل من امتحان امبارح، ومش هقدر اديك رايي في نظام الاوبن بوك، لان انا من كتر صورة الامتحان ما عرفتش افتح الكتاب. حتى الامتحان التريكات بتاعته كانت في النحو، لكن باقي الامتحان غير كده كان في مستوى الطالب المتوسط، يعني حليت الامتحان كله في ساعتين، وعطرني بعد كده النحو. مصطفى الشيمي على مسؤوليتي. بلد ما بتنامش من الشغل، بسم الله ما شاء الله. اتكلم بجد والله، مفيش حد بيعمل زينا، شغالين ليل نهار عشان عندنا انجازات وعندنا مشروعات وعندنا افتتاحات وعندنا تجهيزات. النهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عمل جوله حوالي اربع ساعات في العاصمه وتقريبا مدينه بدر الاثنين، عشان يتفقد المشروعات اللي موجوده العاصمه في حجم العمل الانجازات بتتم. كان موجود مع رئيس الوزراء دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، وأيضا المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان المشروعات القومية. رئيس الوزراء النهاردة بقول لحضراتكم جولة طويلة عشان بنتابع كل حاجة أو بيتابع كل حاجة في العاصمة الإدارية وهذه المشروعات وحجم الإنجاز اللي بيتم. نروح للمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية. أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ أحمد. بقول بلد ما بتنامش من كتر الشغل ما شاء الله. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. ايه اللي بيتم لحد دلوقتي النهارده جوله رئيس الوزراء اليوم في العاصمه تحديدا؟ نتكلم على العاصمه، حجم الانجاز، ايه اللي بيتم في المرحله الاولى من العاصمه اللي رئيس الوزراء اتكلم عليها النهارده؟ طبعا جوله رئيس الوزراء النهارده كانت يعني في المتابعه اللي هي المستمره معانا مع كل الجهات اللي بتشتغل في العاصمه الاداريه، ودي حضرتك بيبقى ليه جوله تقريبا
كل 10 ايام اسبوعين في العاصمه، واجتماع دوري اسبوعي على اللي بيحصل حاجه في هناك. النهارده كانت جوله مطوله حوالي زي ما حضرتك ذكرت يمكن اربع ساعات ونص. يعني في البدايه طبعا عرضنا على سيادته كوزاره اسكان وك طبعا سيادة اللواء ايهاب الفار كهيئه هندسيه المشروعات اللي احنا بنعملها والانجاز اللي احنا واصلين له والبرامج الزمنيه. وطبعا كان هو طبعا مهتم جدا بالبرامج الزمنيه وان احنا لازم نلتزم بيها ونحاول نسرع كمان معدلات في بعض المشروعات. وبعدين ابتدينا جول حضرتك في العاصمه كلها بالكامل تقريبا رحنا كل المواقع، ابتدينا بالحي الحكومي وبعد كده رحنا بعد كده عند مسجد مصر، وبعدين تحركنا بعد كده رحنا الاحياء السكنيه بالكامل اللي هي الحي 1 و2 و3 او ار 1 2 3 وبعدين توجهنا بعد كده على النهر الاخضر نشوف نتابع الاعوان. ده سريعا كده حضرتك دي الجوله اللي يعني استغرقت حوالي اربع ساعات زي ما حضرتك ذكرت. ايه اكتر حاجه وقف عندها رئيس الوزراء انه كان بيتكلم النهارده على المعدلات وانه مش هيسمح بالتاخير؟ هو زي ما قلت لحضرتك يعني كان اهم حاجه عند الدكتور دوله رئيس الوزراء البرامج الزمنيه وان احنا لازم نلتزم بهذه البرامج والمواعيد اللي احنا يعني بلغنا بيها انها تنتهي فيها الاعمال، وان احنا لازم نزود المعدلات بحيث ان احنا نضمن الاعمال اللي احنا قلنا هتنتهي في سواء في الاحياء السكنيه او في ايه التوقيتات خالد بيه؟ ايه التوقيتات اللي احنا محددينها؟ يعني حضرتك احنا محددين ان شاء الله حضرتك يعني شهر 9 اللي جاي 30/9 او نص 10 بالكثير هيبقى ان شاء الله رب العالمين الجزء اللي هجهز الطرق الرئيسيه هتبقى جاهزه بالكامل باللاندسكيب اللي هي المحاور الرئيسيه، هتبقى الاحياء السكنيه بعد الاحياء السكنيه احنا عندنا حي خلص والحي الثاني الاخر ان شاء الله بصدد ان هو ينتهي. الحي الحكومي هيبقى انتهى بالكامل بالمرافق باللاندسكيب بكل الطرق المحيطه به. عندنا يعني اجزاء كثيره حضرتك ان شاء الله هتكون يعني تباعا دوله رئيس الوزراء هيبتدي يعني زي ما نقول كانه بيستلمها منا كل اسبوع كل 10 ايام. نعم. طيب بالنسبه للحي الحكومه اعتقد كله جاهز ولا لسه التنسيق ولا يعني اللي هي اللاندسكيب؟ لا الحي الحكومي كله حضرتك كمباني انتهت بالكامل وجاري الفرش حضرتك. احنا كنا متوقف في الحي الحكومي بس ان احنا بنخلص المنطقه اللي حوالي الحي الحكومي كطرق وك لاندسكيب او يعني تنسيق موقع. الزرع والشجر والحاجات دي كلها، لكن هو الحي الحكومي جاهز حضرتك بالكامل. جاهز دلوقتي تجارب التشغيل والاستكمال الفرش هو ده اللي حضرتك متبقي يعني. طيب امتى الناس تبدا تروح الدفعات الاولى للحي للوزارات؟ المخطط ايه؟ اعتقد حضرتك ان شاء الله هتبقى في بدايه تجارب اللي هي التحرك هتبقى في شهر 11 او شهر 12 اللي جاي ان شاء الله. بنتكلم على كام واحد في المرحله الاولى؟ يعني هناخدهم حضرتك تبع كل وزاره حضرتك حتى برنامج بعض اللي هيبتدوا يستلموا مباني اللي هم زي بيقولوا اللي هم زي شؤون مقر هيبتدوا يروحوا يستلموا مباني وبعدين الاولويات بعد كده بقى لكل القطاعات والادارات. طيب في شهر 9 او نص اكتوبر قد ايه الطرق اللي احنا هنخلصها في العاصمه لحد دلوقتي؟ طبعا هناك هيبقى ان شاء الله رب العالمين هيبقى عندنا المحاور الرئيسيه. عندنا محاور رئيسيه زي محاور بنزايد الشمالي ومحاور بنزايد الجنوبي. هيكونوا خلصانين بالكامل ان شاء الله رب العالمين باللاندسكيب بالمداخل بالحاجات دي كلها. هيبقى عندنا بقى الطرق اللي هي الداخليه اللي جوه الاحياء السكنيه هتبقى كلها خلصانه بالكامل بكل حاجه موجوده فيها. منطقه حوالين الحي الحكومي ودي طبعا حضرتك اول مره النهارده الحي الحكومي حضرتك الطرق اللي حواليه كلها معموله بذل مش اسفلت. وده طبعا يعني مدي رونق يعني المنطقه اللي هناك وخلى الشكل طبعا هايل. فطبعا البازلت بياخد وقت شويه بس في التركيبات، لكن احنا خلاص الحمد لله يمكن قطعنا فوق 85-90% من الطرق كلها حوالين الحي الحكومي كلها خلصت حضرتك البازلت بتاعها وبنستكمل بعض اعمال اللاندسكيب وبيت الاعمال يعني. نعم. طيب بالنسبه لمنطقه المال والاعمال، منطقه الابراج، الحديقه او حديقه الشعب؟ بالنسبه حضرتك للنهر الاخضر حضرتك اللي هي اكبر حديقه موجوده ان شاء الله حضرتك احنا متفقين مع دوله الرئيس ان احنا ان شاء الله في نهايه 30/9 هي الحديقه حوالي 900 فدان يعني تقريبا حوالي فوق 80% منها هيكون خلصان. الحمد لله شغالين طبعا قطاعات مختلفه وفي كل مراحل دلوقتي الزراعات دلوقتي شغاله. حجم طبعا زراعات كبير جدا حضرتك تتخيل 900 فدان حجم الزراعه اللي موجوده فيه من شجر ونخل وبقيه كل المغطيات غير طبعا اعمال البنيه الاساسيه. غالبيه المباني خلصت في مرحله التشطيبات ان طبعا فيها مباني تجاريه وفيها بعض وفيها المطاعم. في عندنا بحيرتين واحده 4 فدان واحده حوالي تقترب من 30 فدان خلص التبطين بتاعهم وشغالين دلوقتي في بحيره 30 فدان. في بحيره حاجات كبيره جدا الحمد لله موجود في مطاعم جواها وزي جزر جواها عليها مطاعم. احنا الحمد لله بنخلص دلوقتي
يعني العزل بتاعها والحاجات دي خلص في الالكتروميكانيكال، فيمكن يعني يمكن ان شاء الله ربنا كرمنا بالنص شهر 8 او بدايه 9 نبتدي نعمل الملو يعني ونبتدي نختبرها، والبحيره الثانيه الاصغر الحمد لله خلصت، واعتقد بنهايه الشهر دوت هتبتدي نملاها وتكملي يعني يتجرب فيها تجارب التشغيل. يعني الحمد لله حضرتك المعدلات جيده جدا، طبعا حجم العمل طبعا حضرتك يعني كبير جدا. الحمد لله بنحاول يعني طبعا تفاصيل كثيره، ولكن الحمد لله يعني الشغل كله طالع على اعلى مستوى وجوده، ويعني بتوقيتات فعلا والله يعني اللي بيتعمل في مصر يعني مصر النهارده يعني ما اتعملش في 50 سنه فاتت يعني. صحيح. باشمهندس خالد، لو انا بتكلم على الحفل الافتتاح متوقع امتى؟ توقيتاته ايه لحد دلوقتي ولا ده لسه؟ لا ما عنديش حاجه يعني ما عنديش المعلومه دي حضرتك، معلش انا اسف، انا بس يعني بتكلم على برامج التنفيذ، لكن التوقيتات والحاجات دي كلها طبعا بتبقى طبعا يعني طبعا فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء هم اللي بيحطوا التوقيتات والحاجات دي حضرتك. طيب خلينا نروح لمشروع اخر من المشروعات الكبيره العالمين، عملنا ايه لحد دلوقتي وحجم الانجاز؟ وكمان سياده الرئيس كان من يومين كده هناك، ويعني الناس كانت في جوله مسائيه والناس كانت بتحيي الرئيس وهو بيتجول في منطقه العالمين الجديده. بالظبط، ان هو سياده الرئيس طبعا كان متواجد في العالمين حضرتك وكان في جوله. احنا الحمد لله حضرتك النهارده في نهايه شهر 8 الابراج اللي احنا 15 برج اللي احنا بنيناهم هنكون انتهينا ان شاء الله من واجهات بالكامل، واجهات جبريه بالكامل هنكون خلصناهم. المنطقه الترفيهيه اللي هي المنطقه المحلات والمطاعم ان شاء الله هنفتح المرحله الاولى فيها يعني في خلال اسبوعين، بنحاول ان شاء الله في العيد نبقى فتحنا اول مرحله بعد المحلات تشتغل في العيد. الكورنيش كله حاجات دلوقتي بالكامل مضاء، وفي كل اللاندسكيب حوالي 7 كيلو، ده اللي كانت رايز دايما يعني اثناء تواجده في العالمين بيترايد عليه بالكامل. في عندنا حضرتك طبعا كل الطرق انتهت بالكامل، خدمات خلصت، عندنا الجامع الكبير اللي موجود هناك ان شاء الله يعني هيبقى متاح لصلاه العيد فيه ان شاء الله رب العالمين. هو خلاص في مراحل التشطيبات النهائيه، واعتقد الاسبوع الجاي يوم 10/12 هينتهي كل الاعمال في الجامع بالكامل وهتبقى جاهزه. عندنا طبعا حضرتك بقيه الاعمال بقى حضرتك الحي اللاتيني طبعا في مراحل التشطيبات الواجهات بتاعته حاليا. عندنا كومباوند كده 700 فدان برضه الواجهات بتاعته في مرحله التشطيبات، يعني الحمد لله حضرتك يعني حجم عمل يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني طبعا كل حاجه يعني ليها توقيتات وليها برامج زمنيه، والحمد لله يعني احنا ملتزمين بهذه البرامج وضاغطين على المقاولين كلهم عشان الالتزام بالمواعيد. يعني اللي في المبادره ما اعرفش هل عندك حاجه تفاصيل عنها ولا لا، الخاصه ب انه اللي عايز شقه بياخد شقه في 3% مع البنك المركزي، ايه هل بتاع التمويل العقاري هل قريبا في شروط؟ اتفضل. كان في طبعا حضرتك كان في مبادره سياده الرئيس اللي هي توفير يعني تمويل بفائده جيده 3%. احنا طبعا حضرتك كوزاره الاسكان تواصلنا طبعا مع البنك المركزي ان هو اللي هيصدر المبادره، وتفاوضنا حضرتك على اغلبيه الشروط فيها. المبادره هتبقى في شريحه 3%، الواحدة هتوصل لحد 1,350,000 مليون و100,000 جنيه. مدة التمويل العقاري يعني ان شاء الله هتمتد من بدل 20 سنة هتبقى حوالي 30 سنة. هيبقى برضو معاها مبادرة أخرى حضرتك، كان في مبادرة قائمة حاليا للإسكان المتوسط كانت بفايدة 8%. البنك المركزي حضرتك يعني بالتشاور معاه طبعا بيراجع دلوقتي الفايدة، أعتقد إن الفايدة ممكن تقل على 8% لوحدات اكبر من كده شويه، هيبقى ليها سقف يمكن تحديد 2.5 مليون. اعتقد كل الشروط دي حضرتك طبعا هتطلع طبعا من البنك المركزي في خلال اسبوعين. يعني في الحدود دي حضرتك يمكن قبل اخر الشهر ده او حاجه هيطلع كل الشروط، او يعني بعد العيد كل هذه الشروط عشان يتم يعني بجد التعامل بيها. اعتقد دي هتبقى فرصه جيده حضرتك لتملك وحدات. النهارده الفايده 3% دي مش موجودة حتى حضرتك، يعني الناس كلها كانت بتتكلم التمويل العقاري بره، الفايدة دي حتى مش موجودة في الخارج يعني. هل الشقق دي موجودة ولا لسه هتتبني؟ في حاجات حضرتك موجودة، يعني في احنا يعني كل ما اللي احنا بنعمله حضرتك كوزارة الإسكان هتبقى مداخلة في هذه المبادرة، زائد حضرتك القطاع الخاص كل الوحدات اللي متاحة عند القطاع الخاص هيقدر برضه يستفيد من هذه المبادرة. فكل ما هو يعني حضرتك التمويل العقاري بيشترط ان الشقه تكون موجوده او تكون على الارض، يعني ما تكونش لسه تحت الانشاء. فاعتقد حضرتك في حجم من الوحدات سواء لدى الوزاره او لدى القطاع الخاص حجم مش قليل. ايه اللي جاهز؟ ايه اللي جاهز لو احنا طرحنا وقلنا عندنا دلوقتي كذا شقه، كام شقه جاهزه؟
طبعا حضرتك في الجزء الاولاني اللي هو الاسكان الاجتماعي اللي هو سكن كل المصريين يعني اللي هي اول جزء في سكن كل المصريين. سكن كل المصريين حضرتك طبعا النهارده في عندنا يمكن يخرج من 100,000 شقه او حاجه موجوده حضرتك اللي هي اللي وفي عندنا سكن مصر عندنا يمكن حوالي ما يقرب من 20-30,000 شقه برضو. وفي طبعا ادار مصر طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي تخش في حجم المبادره يعني في مبلغ سقف المبادره. طبعا القطاع الخاص حضرتك برضو عنده وحدات يعني برضو عدد ما يقلش عن 15-20,000 وحده ويمكن يزيد عن ذلك يعني ما عنديش رقم بالظبط. كل دول حضرتك هيبقوا متاحين اول لما المبادره يتم الاعلان عنها كل دول هيبقوا متاحين للمواطنين ان هم على طول حضرتك ان هم يقدروا يستفيدوا بيها ويتملكوا وحده لانها هيتملك وحده ويسكن على طول حضرتك زي ما انا قلت الوحدات دي هتكون يعني مبنيه ومتشطبه فيعني جاهزه للسكن على طول. هل اهم الشروط ايه وابرز الشروط ايه الحين البنك المركزي ما يعلن؟ انا بقول حضرتك هتبقى طبعا مرتبطه حضرتك زي اي تمويل عقاري هيبقى مرتبط بسقف دخل هيبقى مرتبط بسقف دخل هيبقى مرتبط بعدد وحدات يعني مش حد ينفع يخش يعني ياخد 5-6 وحدات ما يمشي هيبقى ليه سبق ان هو استفاد باي نوع من انواع الدعم. دي بالنسبه لحضرتك يعني للاشتراطات الاسكان اللي هو لحد 3% هيبقى ليها اشتراطات شويه يعني مش هقول مشدده ولكن اشتراطات لان دي فايده حاجه بقول لحضرتك طبعا لن تتكرر مره اخرى. فلازم نتاكد انها هتروح للناس اللي هي فعلا محتاجاها او الناس اللي هتستفيد بيها وليست لاي نوع من انواع المتاجره او اي حاجه من الحاجات دي. دي بتبقى المواطن اللي هو محتاج شقه بياخد الشقه او ممكن ياخد بره مثلا عند اي حد ويدخل اي حد اي شقه حضرتك هتبقى مقامه ومتشطبه وفي حدود السقف اللي هو موجود فيه اللي حاطه البنك المركزي لسعر الوحده حضرتك المواطن هيقدر يستفيد بيها عشان كده زي ما بقول لحضرتك هي مش بس وحدات الدوله ولكن اي وحدات حضرتك موجوده في السوق لدى القطاع الخاص او حتى شقق مثلا افراد بانيينها ولكن شقه قائمه ومشطبه وهيبقى في ضمانات طبعا هيقدموها للبنك مقابل التمويل هتبقى متاح حضرتك انها تستفاد من هذه المبادره. بشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان المشروعات القومية. النهاردة سيادة الرئيس كان اجتماع ايضا مع دولة رئيس الوزراء مع دكتور علي مصلح ايضا وزير التموين والتجارة الداخلية وزير السيد القصير وزير الزراعة واللواء كان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. هذا الاجتماع عنوانه الاساسي السلع والمخزون الاستراتيجي وجهود الحكومة لتوفير كافة السلع للمواطنين. وسيادة الرئيس كان يعني طبقا للسفير بسام راضي انه في الاجتماع تناول جهود الحكومة تناول ايضا توجيه من الرئيس للحكومة توفير السلع الأساسية كمان تعزيز الاحتياطي اللي موجود من هذه السلع عشان تلبية احتياجات المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار كمان المناسبة وانه يتم اتاحة كافة السلع في المنافذ الحكومية والتموينية في كافة المحافظات. سيادة الرئيس ايضا تابع مع رئيس الوزراء ومع وزير التموين والزراعة ومدير جهاز الخدمة الوطنية الشركات الصناعية عندنا شركة زي قها وادفينا اللي ليهم اسم كبير منذ سنوات طويلة انه ازاي يتم استعادة انتاج المتميز لهاتين الشركتين وأن يكون في تعزيز ودور أكبر للمنتج الوطني في السوق المحلي وأنه يكون في لزيادة التنافسية وأيضا أنه يتم تعظيم فرص لتصدير المنتج المصري. سيادة الرئيس أيضا اتكلم على الانتاج البرنامج الوطني الخاص بالبذور والاستنباط الخاص بأفضل الأصناف المحاصيل الزراعية المحلية عشان توفر من أنك تستورد من الدولة دي أو من الدولة دي على الأقل تقلل فواتير الاستيراد فيما يتعلق بالسلع أو الحاجات الأساسية أو الاستراتيجية بالنسبة لنا. بنتكلم على القمح، بنتكلم على الزيوت، بنتكلم على سكر، كل ده مهم الدولة تكون بتعمل أعلى مستوى من الأداء عشان نقدر نقلل فاتورة الاستيراد. ده الدولة بتشغل عليه وما في اجتماع للرئيس اللي هو بيعمل ده وبيتكلم على ده. انت عايز تصل لمرحلة ما يبقاش حد بيضغط عليك بأي شيء تاني، بقول يضغط عليك بأي حاجة، لازم تكون قرارك بتاخد قرارك
في التوقيتات المحددة، ما يبقاش عندي أي مشكلة. يعني لو أنا بعمل النهاردة في 2021 مقارنة بسيطة شوية، يعني باخد قراري أنا في 2014 وضع الدولة كان إيه، 2013 كان وضعها إيه، 2012 كان وضعها إيه، 2011 كان وضعها إيه، طب النهاردة وضعها إيه في 21. في كل بالمناسبة في كل شيء، لو أنا بتكلم على القمح، لو أنا بتكلم على الوضع الأمني، لو أنا بتكلم على فاتورة السيارات، كنا بنستورد بكام والنهاردة نزلت الفاتورة خفضناها لقد إيه، وانت شغال على ده، عشان ما فيش وقت في مرحلة حد يجي يقول لك تعالوا نفرض مثلا كذا زي ما حصل 2013، وتوقعنا خدنا قرار، ولكن انت كنت عامل حسابك ايه اللي ممكن يحصل، وكل حاجة تبقى موجودة عندك، ما يبقاش حد بيضغط عليا بمواد تموين واكل بتاع الناس، حد بيضغط عليا بحاجات خاصة بقوات المسلحة، حاجات خاصة بالصناعة، حاجات خاصة اللي هي يحفاظ على مقدرات الدولة وأمن وسلامة الناس وأكل الناس، ما دول حاجات ما ينفعش حد يهزر فيهم، أو ما ينفعش الحاجات دي تتساب. لا، أنت لازم تبقى بتعمل احتياطاتك، وجود الحاجات دي عندك كمياتها قد إيه. وصلنا في مرحلة 13 أنه ما عندكش لمدة أسبوعين، يعني كان عندك حاجات لمدة أسبوعين كل سنة وأنت طيب، النهاردة عندك سلع موجودة 5 شهور و6 شهور و7 شهور وحاجات لمدة سنة موجودة. رغم كده الرئيس النهاردة بيتكلم عليه نزود الاحتياطي ده، نزود كل ما يبقى عندك احتياطي استراتيجي كله موجود، يبقى عندك الاستقرار للناس المجتمع، ما ينفعش يبقى عندي لو اي شيء يحصل وفجأة الناس مش لاقية الاكل بتاعها. لا، دي دولة بتعمل حسابها للكام سنة اللي جاية، ما تعملش حسابها النهاردة. بدورش ان انا النهارده عندي احتياطي شهر سكر او شهر قمح، لا، مفيش بلد اسمها كده. مصر عندها احتياطي يبقى على الاقل قمح 6 7 شهور، سكر 6 7 شهور، وكمان اوصل ان انا ازود انتاجيه عندي عشان اصل ان انا اكتفي ذاتيا وممكن اصدر كمان. وزي ما قال لنا سياده الوزير الدكتور علي مصلح من اسبوعين ثلاثه لما كان معانا في مداخله، بعد سنه او بعد سنه ونص نعمل ده، نصل القمح بعد سنتين لفاتورة معينة، استورد جزء بسيط بدل ما كنا بنستورد قد كده، استورد جزء بسيط وهكذا. الزيوت اللي احنا بنستورد النهارده كل حاجتنا فوق 90 95 98%، لا، لازم نوفر جزء كبير من هذه الفاتورة بالزراعات والمحاصيل معينة النباتية المعينة عشان نستخلص منها الزيوت. دول بتشغل كده. زي ما بقول لحضرتك، عشان قرارك لما بتاخد قرارك في أي شيء، في أي شيء ما يبقاش في حد بيضغط عليك بأي حاجة. أنا قراري سيادي وما عنديش أي مشكلة في أي شيء. بالمناسبة والبلاد الكبيرة كده، أي بلد النهاردة تحمل أي صدمة، إحنا تحملنا الصدمات السنين اللي فاتت، تحملنا صدمة كورونا السنة الأولى والسنة الثانية وما زلنا بنتحمل. لو ما كانش اقتصادنا كويس كان هيبقى عندنا مشكلة. النهاردة إحنا دولة، النهاردة دولة بدأت تصنع بالفعل لقاح كورونا، بعد شويه يكون عندنا تقرير كمان نتكلم عن فاكسيرا وعن تصنيع اللقاح، وكنا بنتكلم عنه من كام يوم، ولكن النهارده رحنا شفنا مراحل التصنيع، المعامل، حاجات بعد شويه ممكن نتكلم عليها. بلد دي تشتغل لده. المستقبل. نتابع اجتماع سيادة الرئيس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي قها وإدفينا،
وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. كما تم عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعماً لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية. كما تم عرض مخطط التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل، وذلك لإقامة منطقة لوجستية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي، وكذلك لتعزيز فرص التصدير للخارج. النهاردة في طهط عندنا في سوهاج حريق كبير ضخم، مكان خاص بمعرض أكتر من 100 محل، زي ما حضراتكم بتشوفوا كده الصور بتقول لحضراتكم حقيقة اللي حصل النهاردة عندنا في طهطة. عدد كبير محلات، بيتكلموا عن حوالي 100 محل، ويكون معنا سيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج دلوقتي، انه كمان راح طبعا تفقد الموقع، شاف الاسر الناس الاهالي المتضررين، زي ما احنا بنشوف عدد كبير من المحلات التي احترقت بالكامل. سيادة المحافظ مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا حبيبي صحتك. ايه اللي حصل يا فندم؟ والله فندم هو البلاغ جالي حوالي الساعه 5 الصبح، كانت رئيس المدينه كلمتني وقالت لي ان في عندها حريق، ويعني تم تدخل على الفور وغرفه الازمات اشتغلت، الحمايه المدنيه انتقلت على الفور الى هناك. هو معرضين جنب بعض في شارع بورسعيد، انت عارف حضرتك دي منطقه تجاريه كبيره في بندر مدينه طهطا يعني. معرضين جنب بعض للمنتجات المفروشات والملابس والادوات المنزليه، ويمكن كلها مواد قابلة للاشتعال للأسف. طبعا الميعاد كان بدري قوي، وبالتالي ما كانش في حد موجود عشان احنا حريق في بدايته. للأسف طبعا الحريق زي ما يعني زي المشاهد ده انا شايفها، هو يعني المعارضين انتهوا تماما يعني، وعدد المتضررين كتير الحقيقة. الحمايه المدنيه كان كل همها انها تسيطر على الحريق وعمليه التبريد، لان شايف حضرتك انها مجاوره لابراج سكنيه والعمارات السكنيه، هي منطقه تجاريه كبيره، والحمد لله انها قدروا يسيطروا يعني. طبعا اعتقد البلاغ في بدايته كان في 13 عربيه. نعم. يقدروا يحاوطوا الحريق بسبب يعني هو الشارع كله تجاري، لو لا قدر الله الناس دي ما لحقتش كان ممكن النتائج تبقى اشد من كده بكتير. كانت تمتد المساكن اللي جنبها العمارات دي. المساكن وفي محلات اخرى كتير. محلات ثانيه. يعني هو شارع كله تجاري يعني. كم محل سيادة المحافظ؟ كم محل تقصد؟ والله هم يعني شبه مول، هي بايكات يعني يعني المحلات الصغيره خالص اللي حضرتك عارفها بتبقى 2 في 3 او يعني احنا بنتكلم في حوالي 120 تقريبا. 120 بس للاسف تضرروا بشكل كامل يعني. كامل. بشكل كامل الحقيقه. بس ما عندناش مبدئيا اصابات في اي حد. الحمد لله الحمد لله، كانت حاجات خفيفه جدا في الاول. يعني اللي هي نتيجه استنشاق الدخان او حاجه. كان في 6 في الاول، لكن دول ما كانوش في المستشفى لمده ساعه الحمد لله. قدر ولطف يعني ان هي جت على قد المباني او المحلات نفسها، وان كان برضه في خسائر كبيره جدا في الممتلكات بتاعه الناس دي. سيادتك الناس شرحوا ايه لحضرتك؟ شرحوا ايه لسيادتك؟ لا والله انا اقول لحضرتك على حاجه، بلاش نستبعد الاحداث خالص. ونقول مسببات طبعا. واحد هيقول وما حدش كان موجود اصلا عشان يشوف يعني، الحريق بدا 4:30 فما حدش كان موجود في المكان علشان يقدر يشوف. يمكن حضرتك بتتكلم معاهم، هو بتتكلم مع الاهالي المتضررين مش كده؟ يا فندم. يا فندم طبعا يعني دول اهلنا ولازم اكون جنبهم على طول مباشره يعني. وكان لازم قبل ما يعدي اليوم لازم يلاقونا في وسطهم، وطبعا الوحدات المحليه كلها كانت معاهم، التضامن كان معاهم. طبعا الحمايه المدنيه والامن كان معاهم طول اليوم.
ولكن الناس لازم يعني تعرف ان احنا معاهم وان احنا واقفين في ظهرهم وان احنا مش هنسيبهم يعني. لان النهارده كانوا بيتكلموا طبعا في يعني احنا داخلين على عيد وسرعه المكان مره ثانيه يشتغل. الحاجه الثانيه طبعا التعويضات اللي ممكن تتصرف، ويمكن هو في التصرف العاجل او الاعانه العاجله اللي هي المبلغ اللي بيبقى 10,000 جنيه كل محل، ولكن في وعد من السيده الفاضله وزاره التضامن ان شاء الله ما يبقاش تعويضات استثنائيه لهذا الموضوع باذن الله ان شاء الله. لانه حضرتك عارف طبعا بيبقى في ناس بتبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يعمل محل صغير زي ده يعني عشان يعيش منه، فبالنسبه له حاجته كلها ضاعت. هو سيادتك ده اللي بلغناه للناس، انا معاكم قلبا وقالبا. يمكن حتى واحنا واقفين في بعض المتبرعين كمان يعني ابدوا استعداد ان هم ممكن يتبرعوا للناس دي، بالاضافه طبعا لتعويضات الدوله اللي احنا هنستعجلها بسرعه. ان شاء الله بنستعجل برضو مع النيابه العامه ان شاء الله بحيث ان احنا نخلص اجراءاتنا كلها علشان نقدر نشوف المكان مره ثانيه. المكان هل في نفس المكان ولا مكان اخر؟ والله هو الشارع كله تجاري يعني تجاري مكان تجاري. وللاسف هو طبعا كان معمول حسابه ومراجعه من الحمايه المدنيه وطفاياته موجوده يعني اعتقد ان لو كان في ناس كان ممكن الموضوع يتلم بسرعه او السيطره تتم بسرعه. ولكن للاسف هو كان وقت 4:30 الصبح ما فيش حد خالص موجود. ومع المواد القابله للاشتعال العمليه جريت بسرعه شويه. لكن تحقيقات النيابه شغاله واحنا في انتظار النتائج ان شاء الله باذن الله، والمعمل الجنائي كان موجود وشاف رفع الاثار كلها، وربنا يسهل ان شاء الله احنا معاهم قلبا وقالبا باذن الله. هي الناس، وانا النهارده كان ناس بيكلموني على انه المبالغ اللي هي ال 10,000 يعني مبلغ قليل بسيط قوي بالنسبه لهم، ولانه زي ما بقول لحضرتك كل الناس كل حاجتهم انتهت، فهل وارد المبلغ ده يبقى ازيد شويه؟ ده التعويض المبدئي الرسمي والقانوني في الحالات دي. ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا محورين تانيين هنشتغل عليهم، واحد منهم ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لحضرتك السيده الفاضله وزير التضامن. بتبحث موضوع انها تدي تعويضات استثنائيه. يمكن النهارده برضه في خلال الزياره بتاعت السيد وزير القوى العامه كنا في الغرفه التجاريه النهارده، سياده الوزير محمد سعفان. يا فندم نعم. الناس ابدت استعداد الغرفه التجاريه، ابدت استعداد انها تساعد بعض الساده النواب، ابدوا استعداد ان هم يساعدوا بعض الناس، ابدوا استعداد ان هم يدفعوا تبرعات. يمكن حضرتك عارف ان محافظه الشهاك تحديدا تتميز بالتكافل الاجتماعي والترابط الغير عادي بين الناس هنا. فان شاء الله باذن الله هي ازمه جديده بالنسبه للناس، بالنسبه لاولادنا دول على دخله عيد كمان، دخله عيد. ان شاء الله كلنا معاهم قلبا وقالبا ان شاء الله باذن الله، وهو ده زي ما قلت لحضرتك بالماي السهيد ان شاء الله هتعدي عليهم باقل الاضرار باذن الله. سيد محافظ، النهارده الوزير محمد سعفان كان موجود في سوهاج ايضا، ايه اللي تم خلال هذه الزياره؟ انه كمان تم يعني عقود عمل للناس، ايه اللي تم في زياره وزير القوى العامه؟ والله زياره السيد الوزير النهارده كانت زياره لمده يوم واحد، ولكن كانت غنيه بشكل غير عادي الحقيقه. يعني هو السيد الوزير محمد سعفان مع الوزير شرفته الصبح، انتقلنا من المطار مباشره الى مركز التدريب المهني في حي الكوثر. كان في هو في مركز تدريب محترم في حي الكوثر، ولكن كان النهارده فيه فعاليه اتعملت يمكن لاول مره بتتم في مصر، وتمت على ارض سوهاج اللي هي التدريب على اعمال الفندقه الشامله. برنامج معمول بالتعاون مع برنامج الاغذيه العالمي وفندق هيلتون الاقصر. وكان معانا النهارده طبعا السياده، هو كان موجود وفريق العمل كان موجود معاه، كان موجود معانا السيده الفاضله برضو المكلفه كمسؤوله لبرنامج الاغذيه العالمي. كان معانا مدير عام فندق هيلتون الاقصر. تفقدنا الدوره كلها. الحقيقه حاجه رائعه وحاجه تفرح يعني. من انها كبدايه اول مره تعمل في مصر. او يعني تتم بها القوى العامله. الحاجه الثانيه بتاهل الشباب والشباب بشكل راقي جدا ومحترم جدا للعمل في هذا المجال. والمجال ده يمكن عرفنا من سياده الوزير ان هو عليه طلب غير عادي في جميع محافظات مصر، يعني حتى مش مقتصر على سوهاج. يمكن حضرتك شايف هو معمول سيميليشن او معمول تمثيل لفندق كامل. المجموعه دي بتتدرب لمده 6 اسابيع على جميع اعمال الفندقه كامله، اربع اسابيع عندنا في المركز، ثم اسبوعين فندق هيلتون الاقصر ان شاء الله. ثم بعد كده كل واحد في الاختبار في النهايه، كل واحد متميز في موضوع معين يشتغل فيه، اللي في الطبخ، اللي في الروم سيرفيس، اللي في الريسبشن، يعني حاجه متكامله. يمكن خلصنا ده. الزياره زي ما بقول حركه غنيه جدا. تفقدنا باقي اقسام المركز. معالي الوزير عمل لقاء مع
بمسؤول برنامج الأغذية العالمي ومدير عام فندق هيلتون لبحث أوجه تعاون أخرى إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله بالنسبة لمحافظة سوهاج. ثم سيادته برضو عمل لقاء مع المتدربين في البرنامج وغادرنا المركز إلى الغرفة التجارية. النهاردة برضو كان في لقاء مثمر جدا في الغرفة التجارية في تلك حضور السيد المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية. نعم. وكان معنا برضو نائب خالد أبو الوفا عضو مجلس شورى رئيس الغرفة التجارية في سوهاج مع أعضاء الغرفة التجارية وبعض أعضاء السادة النواب عن محافظة سوهاج ومستثمرين وتجار ورجال أعمال. الهيئة كان برضو اجتماع مثمر جدا. ثم انتقلنا إلى ديوان عام المحافظة ودي برضو كان فيها مجموعة لقاءات ممتازة، كان في جزء منها مع الأعمال العائدة من الخارج وسيادته يستعرضنا اللي تم بالنسبة للأعمال العائدة من الخارج في الفترة اللي فاتت. سواء بقى كان في برامج تدريبية على ريادة الأعمال اللي عايز يعمل مشروع بيفهموه ويعلموه كيف يختار هذا المشروع ودراسة الجدوى بتاعته بتتم ازاي وازاي يوصلوا بيه لبر الأمان، توفير فرص عمل لبعض العائدين برضو يعني بنشتغل على المحورين عشان نعوضهم عن الشغل اللي هم فقدوه في الخارج. ثم برضو تم تسليم بعض الشيكات القرض مباشر للشباب لبدء مشروعاتهم، واتعمل لقاء برضو مع السادة من على جميع النقابات الممثلين النقابات العمالية في سوهاج، وتم فيه مناقشة برضو موضوعات تخصهم كانت أكثر من رائعة، وختم الموضوع بتسليم 60 عقد عمل لبعض أبنائنا من ذوي الهمم وذوي الإعاقة، عقود عمل بمرتبات مجزية لدمجهم في المجتمع معنا. بقول لحضرتك الزيارة على قد ما هي كانت يوم واحد، ولكن أعتقد اللي تم فيها النهاردة كانت متلاحقة بشكل سريع جدا واتعمل فيها شغل كويس ومع جميع الأطياف فئات متعددة زي ما بقول لحضرتك كده، سواء التدريب في مجال التدريب أو في مجال الغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال. الثانوية العامة ماشي إيه عندنا في سوهاج؟ تمام، ماشي الامور بشكل كويس، يمكن انا مريت على اكثر من مدرسه برضو حتى الان الامور ماشيه بشكل كويس، ولكن كان برضو الولاد يعني كل ما بيسال الحمد لله يعني ما عنديش مشكله خالص فيها. غرفه العمليات ما تلقتش اي بلاغات حتى الان باي مشاكل من اي نوع. الولاد لما بنسال يعني ممكن دخلت بعض اللجان وسالت الولاد الاخبار ايه، يعني الامور ماشيه بشكل كويس، ما فيش شكوى حاده او ما فيش شكوى وموضوع معين اثروا فيه. كورونا ايه في سوهاج دلوقتي؟ والله هو كورونا مش عايزين نتكلم يعني نخلي كورونا اللي وزاره الصحه تتكلم عنها، لكن الامور عندنا اكثر من مطمئنه الحمد لله. اكثر من مطمئنه بكثير يعني. الحمد لله. يعني بشر خير يعني. الاعداد عندنا في تناقص مستمر يعني بشكل اكثر من رائع، ولكن سيبها لوزاره الصحه ان شاء الله هي المتحدث الرسمي. بس في بعض يعني اهلنا بيقولوا مستشفيات ما بقاش فيها اعداد زي من الاول، اعداد قليله للغايه اللي موجوده. الحمد لله، الحمد لله، ده حقيقي فعلا الحمد لله. بشكرك مره ثانيه سياده اللواء طارق الفيقي محافظ سوهاج، كل التحيه لحضرتك. نروح لفاكسيرا وسينوفاك، واحنا بدأنا تصنيع سينوفاك الصيني في مصانع مصر. النهاردة زميلنا عاصم الشندوير عمل جولة داخل المصنع اللي موجود في العجوزة، وعشان كمان نشوف مراحل التصنيع في حول اللقاح مواجهة فيروس كورونا وعملية الانتاج. التقى طبعا رئيس مجلس الإدارة في فاكسيرا واللي اتكلمت بشكل مفصل عن عملية التصنيع، عملية المادة الخام اللي جات لنا من الصين، بدأنا نصنع كميات قد ايه، فترة قادمة هنصنع كميات قد ايه، ايضا بعد ما يتم الموافقة او اجراء التحاليل اللازمة من جانب هيئة الدواء المصرية. ده المصنع، مراحل تصنيع، بنصنع حوالي 300,000 تقريبا او 320,000 جرعة في اليوم، بعد كده يبقى في خط اخر نصل ل 600,000 جرعة تقريبا، مراحل تصنيع فيروس لقاح فيروس كورونا اللي بيحمل طبعا اسم فاكسيرا وهو سينوفاك من انتاج مصر وصنع في مصر. مصر النهاردة بقت من الدول اللي هي بدأت خلاص عملية التصنيع، بعد فترة هنكون كمان يعني عندنا انتاج هائل وكميات كبيرة جدا من تصنيع لقاح سينوفاك
الصيني في المصانع المصرية، سواء في الجزء الأول اللي هو في المهندسين أو العجوزة، ثم هيكون في أكتوبر مجموعة طبعا من خبرائنا من فنيين اللي بيشاركوا في عمليات التصنيع، عمليات طبعا عملية التعقيم بتتم إزاي، العبوات المراحل بتاعتها، درجات الحرارة، التلاجات للحفظ، طبعا عملية التعقيم، كل حاجة لها يعني زي ما بيقول كده الإزازة أو العبوة الخاصة باللقاح، وكل ده بيكون بموجب المواصفات العالمية. لما احنا بدأنا عملية تصنيع أو قبل عملية تصنيع وجاء وفد من منظمة الصحة العالمية عشان يطمئن على الأجهزة الخاصة بالتصنيع، الإجراءات كلها إنها مطابقة للمواصفات العالمية، وبدأنا بالفعل عملية التصنيع. نتابع هذا التقرير ثم فاصل وأعود لحضراتكم. انطلاقا من سعي مصر لتحقيق استراتيجيات الاكتفاء الذاتي من اللقاح المضاد لوباء كورونا المستجد، واستكمالا لحزمة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من أجل حماية مواطنيها من هذا الوباء، أعلنت وزارة الصحة المصرية مؤخراً بدء تصنيع لقاح كورونا الصيني سينوفاك في مصر، على أن يتم إنتاج أول جرعة منه داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا بواقع 300 ألف جرعة يومية. طبعا المبادرة ابتدت بتوجيهات فخامة الرئيس، يمكن كان نبه العالم كله في يوليو 2020 ونبه بضرورة التكاتف لتوفير عدد من اللقاحات يكفي للعمليات التطعيم الخاصة بالمواطنين في ظل التحديات اللي بيقابلها العالم كله في محدودية المصانع اللي بتنتج لقاح كورونا، وكمان محدودية عدم توافر جرعات كافية، وان في بعض الدول يعني قالت البدء لتطعيم مواطنيها وبعد كده تصدير الفائض او يعني توفير الاحتياجات للدول الاخرى. من هنا ابتدينا وكانت مشوار طويل، اللي احنا طبعا بحثنا على شريك زي الشركه الصينيه اللي احنا تعاوننا معاها ومضينا معاها اتفاقيه نقل تكنولوجيا التصنيع، يعني نقربها للساده المشاهدين، اتفاقيه نقل تكنولوجيا التصنيع اللي احنا بنعمل تماثل للعمليه الانتاجيه عندنا هنا في المصانع وبنعمل محاكاه لما يتم في دوله الصين، فبيكون عندنا منتج مماثل في كافة الخواص مع اللي بيتم تصنيعه في دولة الصين. ابتدينا باتفاقية نقل التكنولوجي وكانت في ابريل 2021، طبعا في ظل يعني كان بيسبقها محادثات طويلة مع الشركة الصينية، اتفقنا فيها على كل الآليات الخاصة بعملية نقل التكنولوجي بما يتوافق ويتطابق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وكذلك اشتراطات هيئة الدواء المصرية. تزامن بعدها وصول المادة الخام، طبعا يمكن الخبر يعني اذاعته سيادتكم على العالم كله ان وصلت المادة الخام في مايو 2021، ومع وصول المادة الخام وصل ايضا فريق على مستوى عالي من الخبراء الصينيين ليشرفوا على العملية الانتاجية وعمليات الرقابة على المستحضر. يمكن احنا بقالنا اكتر من 50 يوم مع السادة الخبراء الصينيين بنشتغل ليل نهار، يمكن ساعات العمل بتزيد عن 12 ساعة يوميا. الهدف في الاخر اللي احنا بنتاكد من تطابق عمليه التصنيع لما يتم في دوله الصين، في الاخر بنوصل لمستحضر انتاج مصري بنفس كفاءه المنتج الصيني. الاسم فاكسيرا سينوفاك، لقاح الكوفيد فاكسيرا سينوفاك. طبعا زي ما دوله رئيس مجلس الوزراء كان عندنا في بدايه الاسبوع اللي فات، واللي احنا يعني اعلن تدشين اللي هي اول مليون جرعه تم تصنيعها. احنا عندنا طبعا صنعنا مليون جرعة من المادة الخام، المادة الخام اللي وصلت لنا تكفي حوالي تصنيع 2.2 مليون جرعة، صنعنا مليون جرعة واحنا دلوقتي في مرحلة التحليل ليها وعمل بعض التقييمات اللي بتتم عليها طبقا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، وان شاء الله هيتم دراسة كل التقييمات والتحاليل، متوقع ان شاء الله الانتهاء في يعني منتصف شهر اغسطس باذن الله، تمهيدا بقى للبدء بعد موافقة هيئة الدواء للتصريح استخدامه في السوق المحلي. طبعا احنا ان شاء الله العدد الجرعات بشكل يومي 300 حوالي 350 او من 320 الف جرعه دي بشكل يومي، يعني احنا مستهدفين من هنا لنهايه العام حوالي انتاج 40 مليون جرعه. عندنا يعني توجيهات اللي احنا بنضاعف الطاقه الانتاجيه، وان شاء الله يعني بنهايه العام او بدايه العام الجديد هتزيد الطاقه الانتاجيه عندنا، المستهدف اللي احنا نوصل ل 80 مليون جرعه باذن الله.
لا هو طبعا احنا لازم بننتج منتج مضاهي ليه ومواثل في نفس الصفات، ويمكن انا بديت حديثي وقلت احنا عندنا اتفاقيه نقل تكنولوجيا التصنيع. الهدف من الاتفاقيه ان احنا بنعمل منتج مماثل لما تم انتاجه في دوله الصين بنفس الخواص بنفس الخصائص اللي تمت عليها الدراسات السريريه وتمت عليها الموافقات وتمت عليها موافقه منظمه الصحه العالميه على لقاح سينوفاك. هو طبعا ده المستهدف بتاعنا اللي احنا الوصول الاكتفاء الذاتي من تصنيع اللقاح، اللي يبقى بعد كده عندنا كل مواطن يقدر يحصل على اللقاح متوفر موجود طول الوقت ان شاء الله. فده المستهدف بتاعنا وان شاء الله قريبا نوصل. على غرار النظم الطبية المتقدمة تسعى مصر بدأب نحو توطين صناعة اللقاحات المضادة لكوفيد 19 أو وباء كورونا المستجد وإنتاجه محليا بهدف دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين من هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبما يعزز من أمال المصريين للعودة من جديد للحياة الطبيعية والتحرر من قيد الاحتكار العالمي للقاحات خاصة مع استمرار أزمة كورونا. من مقر الشركة القابضة لإنتاج اللقاحات والأمصال فكسيرة شمس الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي. محكمة النقض اليوم حكم بات نهائي، تأييد أحكام مؤبد على قيادات جماعة الإخوان. محمد بديع ومعاه 9 من أعضاء أو قيادات التنظيم الإرهابي مكتب الإرشاد في قضية اقتحام الحدود الشرقية اللي حصلت يوم 28 يناير 2011. خلاص ده حكم، خلاص ده ما انتهى، هذه كانت آخر مرحلة. كان دائرة المستشار محمد شيرين فهمي أصدرت أحكام، تم نقض طعن بأمام محكمة النقض على هذه الأحكام. النهاردة محكمة النقض أيدت تاني المؤبد للإرهابي محمد بديع ومعاه 9 إرهابيين تانيين، رشاد البيومي، محيي حامد، كتاتني، سعد الحسيني، مصطفى طاهر الغنيمي، محمود زناتي، حازم فاروق، البلتاجي، إبراهيم أبو عوف. دول المجموعات الإرهابية اللي تم تأييد عليهم المؤبد النهاردة من محكمة النقض طبعا، وعملية اقتحام السجون، لأنه كان اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون وادي النطرون والمرج وابو زعبل والفيوم وغير، انه خرجوا جماعة عناصر جماعة الإخوان مع بتوع حماس مع حزب الله. فاكرين لما طلع محمد ده وادي النطرون اللي كان فيه 27 واحد من قيادات التنظيم الإخواني الإرهابي اللي كانت قبض عليهم في 27 يناير 2011 واتحطوا هنا في الوادي النطرون. جم بعد كده وقال لك ان احنا بعد ساعات هنخرج. لما دخلوا السجن ده قالوا الضباط في السجن والكلام ده موثق، احنا بعد ساعات هنخرج من السجن وهنوريكم، وخرجوا من السجن بالفعل في عملية اقتحام السجون وقتلوا الشهيد اللي هو محمد البطران وقتلوا عدد من الشهداء واصابوا عدد من رجال الشرطة اللي كانوا في هذا بيتولوا تأمين هذا السجن. الميليشيات اللي خرجت ودخلت وخدت اللودرات، ومن احد قيادات الارهاب بتاعتهم اللي كان موجود في هذه المنطقه خد اللودرات ودخلوا كسروا هدوا السجن وضربوا بالار بي جي والاسلحه الثقيله وقاموا بعمليه اخراج السجناء من قيادات جماعه الاخوان الارهابيه. في اليوم ده طلع في يومها محمد مرسي عيسى العياط يوم 28 يناير او 29 يناير 29 على قناة الجزيرة وأهو قدام حضراتكم لما طلع في اليوم ده وقال لك إحنا الأهالي حررونا وخرجونا من السجن. طبعا ما كانش الأهالي ولا غيره، ده كان قيادات الجماعة الإرهابية هم بالتنسيق معاهم هم اللي عملوا هذه العملية، عملية الاقتحام اللي تمت. وقال للمذيع وقتها أقول لك الأسماء، قال له قول لي الأسماء، فقعد يقول الأسماء منهم الأسماء الحسيني ومحيي حمد والغنيم ومجموعات من العناصر، والعناصر طبعا اللي شاركت في الداخل وعناصر مساعدة من الخارج واللي كان تنسيق بينهم عشان يقوم بهذا الاقتحام. ده حكم بالمؤبد، وأيضا محكمة برأت أيضا عدد من المتهمين من هذه الجماعة في هذه القضية تحديدا، ولكن كان المهم أنه يتم تأييد زي ما محكمة النقض النهاردة أيدت الحكم على محمد بديع ورشاد البيوم وقيادات مكتب الإرشاد، المرشد الإرهابي اللي كان مرشدا وقيادات مكتب
الإرشاد وتأييد الحكم عليهم من جانب محكمة النقض اليوم. تونس عندها يعني أزمة حقيقية في مواجهة كورونا. تونس كورونا تنتشر، عندها دلتا وعندها تقريبا ألفا، عندها اتنين تحورة، اتنين فيروس حصل لهم تحور موجودين في تونس، في انتشار كبير. تونس واخدة إجراءات قوية جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، حظر تجول، قفل المحلات، يعني التزامات، مقاهي زي ما حضراتكم شايفين كده قفلوا، شالوا الكراسي، كله ملتزم بالكمامات. في مشاكل ضخمة جدا في النظام الصحي في تونس، طبعا بيحملوا حكومة هشام المشيشي بتاعت حزب بتاعت الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية مسؤولية تفشي فيروس كورونا في تونس. ليه؟ لأنه هذه الحكومة وبتوع النهضة إنهم مش بيدوروا على مصالح الناس، إنهم بيدوروا عشان يعملوا خناقة مع الرئيس قيس سعيد، وإنه يبقى هم يستولوا على السلطة، ده اللي بيعملوه. ولكن صالح الناس ويدوروا الناس نوفر لها أدوية إزاي ولقاحات إزاي، حكومة المشيشي وحكومة النهضة الإخوانية اللي موجودة في تونس آخر حاجة يفكروا فيها إزاي نقوم بإنقاذ المواطنين التونسيين. زي ما حضرتك شايف كده مستشفيات مكتظة بأعداد هائلة، عدد الإصابات في تونس يقترب من 500,000 إصابة، عدد كبير بالنسبة لعدد سكان تونس، رقم كبير جدا. وضع في المستشفيات وضع كارثي، لدرجة أنه مخاوف كثيرة من أنه تحذيرات بالنسبة لتونس الوضع فيها، نظام الصحي بيتعرض لانهيار. بعض الناس قالوا لا، بنحاول في سيطرة شبه سيطرة، ولكن ما فيش انهيار في النظام الصحي، ولكن عندهم مشاكل، عندهم مشاكل في توفير الأكسجين، في الأدوات الطبية، التعقيم، الإجراءات الخاصة بالمواجهة، حتى بالنسبة للقاحات عشان يقدروا ينقذوا الناس. ففي وضع صعب جدا في تونس الشقيقة، ويعني بلد من الناس اللي احنا يعني بنحبها، وبلد بالنسبة لنا دولة من الدول اللي بتحبنا كمان، وعلاقة قوية بين الشعبين وبين القيادتين. ولكن مصر بتحاول بقدر الإمكان إنها كمان تقدم يعني دعم لأشقائنا في تونس لمواجهة هذه الأزمة الصعبة التي يتعرض لها الشعب التونسي في ظل تردي الوضع الصحي وعدم القدرة على مواجهة الانتشار المخيف والكبير جدا في مختلف المناطق التونسية، واللي أدى لرفع حالة طوارئ كبيرة بين الأطباء، وكله بيحمل الحكومة الحالية حكومة المشيشي وهي حكومة النهضة الإخوانية المسؤولية. وقالوا 10 سنوات النهضة بتحكم من 2011 لحد النهاردة ما عملتش أي شيء إيجابي للناس ولا للبلد، دخلوا من أزمات اقتصادية وأزمات سياسية إلى أزمات صحية، يعني جميع أنواع الأزمات تتعرض لها تونس حاليا نتيجة لجماعة تستولي وأرادة تستولي على السلطة، ودولة أو 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 حزب أو جماعة الإخوان ممثلة في النهضة لا تبحث إلا عن مصالحها الشخصية، لم تفكر الغنوش وجماعته والحكومة اللي موجودة إنها تقوم بأي شيء، لدرجة أنهم بيعملوا خلاف رهيب جدا مع الرئيس قيس سعيد، الراجل اللي بيحاول إنقاذ تونس من الوضع اللي فيه، الوضع السياسي الصعب، الوضع الصحي الصعب، الوضع الاقتصادي الصعب. تونس كان عندها طبعا دخل كبير جدا قبل 2011 من السياحة، عدد كبير من السياح كان بيزور تونس، 7-8 مليون يمكن أكتر من كده كمان، رقم كبير بالنسبة لتونس، هذا العدد كان مصدر رئيسي للدخل القومي التونسي. النهاردة مبقاش هذا الوضع كذلك نتيجة للأوضاع الأمنية والقلاقل، ونتيجة للتهديدات اللي بتتم من النهضة للرئيس قيس سعيد، ونتيجة للتهديدات اللي بتتم حتى لأي حد بيعارض النهضة تهديدات، ونتيجة أيضا للاغتيالات اللي حصلت في 2012 و2013 أيضا لعرضوا النهضة حصل اغتيالات ليهم، أيضا تحقيقات اللي بتتم في عدد محاولات تستهدف الرئيس قيس سعيد، أكتر من محاولة في تحقيقات بتتم، كل ده أربك المشهد داخل تونس، خلى في مخاوف للناس وهي بتنظر لتونس وضعها الحالي. جاء الوضع الصحي أيضا، تحورات اللي حصلت أدت إلى وضع صحي صعب جدا،
ومحاولات لإنقاذ تونس من هذا الوضع وإخراجها من الوضع الصحي الذي تمر به حاليا. مصر أرسلت يعني هدية من الشعب المصري إلى الشعب التونسي الشقيق، مساعدات طبية تواجه بها تونس الأزمة الحالية، طائرتين حربيتين تنقلان المساعدات الطبية من مصر إلى تونس الشقيقة. نتابع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. بنتشي تعادل لإيطاليا، بقت النتيجة دلوقتي 1-1 في الدقيقة 67 من دقائق قليلة سجل التعادل. ماتش بقول لحضرتك رايح جاي ما بين ايطاليا وانجلترا نهائي اليورو، واحتفالات طبعا في ايطاليا بهدف بينوتشي اللي سجله قبل قليل. زي ما حضرتكم بتشوفوا الايطاليين بيحتفلوا ولسه الماتش ما خلصش، ولكن هم انهم يحققوا التعادل بقول لحضرتك الماتش كده رايح جاي، ما تقدرش تقول مين سيفوز ببطوله اليورو. هل انجلترا في ويمبلي امام اكتر من 60-70 الف متفرج، ولا ايطاليا اللي هي بتبحث عن هذه البطوله ايضا وتكون حققت انتصار كبير في ظل ما واجه ايطاليا خلال السنوات الماضيه، تعود بفريق قوي وصل النهائي بيسجل التعادل قبل قليل. وطبعا لو حصل هيكون في هنتابع الوقت الاضافي ايه اللي ممكن يتم في الدقائق التاليه، واي حاجه وارده يعني اي حد من الفريقين ممكن يخلص في اخر وقت، لانه زي ما بقول لحضراتكم الاثنين يعني من شويه كنت بتابع انجلترا بتدافع بثمانيه بيدافعوا ثمانيه على الخط ورا، ثمانيه قدام اربعه من الهجوم الايطالي، نفس الحكايه كره مع انجلترا ايطاليا بتهاجم بالتسعه كله ورا مفيش حد قدام، فبالتالي الهجوم يعني تمسك كوره رايحه جاي، مين اللي ممكن يخطف هدف؟ وارد يخطف اي هدف في اي وقت، اللي هيخطف الهدف دلوقتي هيخلص الماتش ويكون هو البطل، مين ما نعرفش، ولكن بقول لحضراتكم بقى الماتش دلوقتي 50% 50% ايطاليا او انجلترا 50-50. لما سجلت انجلترا سجلت اسرع هدف في بطولات اوروبا بعد دقيقتين مع اسرع هدف، ايطاليا اشتغلت ما يعني عايزه توصل تسجل التعادل، وصلوا للتعادل. ايه الوارد في الدقائق القادمه؟ هنشوف ايه اللي هيوصل ليه هذه المباراه، هل هناك اكسترا تايم ولا في ضربات جزاء ولا هنوصل لايه بالظبط؟ يخلص دلوقتي ولا يخلص في الاضافه ولا ضربات الجزاء؟ عمليه صعبه جدا، ملايين حول العالم، مئات الملايين حول العالم بيتفرجوا على هذه المباراه، قمه من العيار الثقيل بين منتخبين كبار انجلترا وايطاليا. جمهور بقول لحضرتك الجمهور الايطالي عمال يهتف وعمال خلاص هم قال لك التعادل، فبقت ايه بدل ما فقدوا الامل قال لك خلاص احنا
رجعنا مره تانية للبطوله، رجعت بعد ما كانت خلاص قاب قوسين، لان كل بقى الاعلام بدا يتكلم خلاص انجلترا رايحه للتتويج، فات نص الشوط الثاني رايحين للتتويج، يلا فجاه ايطاليا تسجل هدف التعادل واصبح النتيجه 1-1. ايه اللي هيتم في الدقائق القادمه؟ هنشوف. الاهلي قفل خلاص ملف مباراه المقاصه، خلاص احنا فوزنا الحمد لله، بنستعد للكبيره، نستعد للبطوله الكبيره ان شاء الله يوم السبت. خلاص يا جماعه خلصنا احتفالات، اللي عندنا الاكبر والاهم اللي جاي. انت بتمشي ايه واحده واحده؟ استعدينا للمقاصه، سجلنا، فوزنا الحمد لله، شكرا. نفتح بقى ايه؟ عندنا الصفحه الكبيره اللي جايه، مباراه السبت والنهائي اللي هيكون في المغرب باذن الله تعالى. ده الاهلي النهارده اشتغل على كده، ما بيقعدش يحتفل ساعات وساعات، لا لا خلاص، يعني هي الفرحه يا دوب دقائق قليله وخلاص، تبدا تفكر في اللي جاي، هنعمل ايه ان شاء الله اللي جاي؟ ان شاء الله موسيماني ورجال النادي الاهلي هيكون عليهم مسؤوليه كبيره انهم يرجعوا لنا بهذه البطوله والنجمه العاشره. زي ما حكيت النهارده بنتابع طبعا كل التطورات، و زيارة وزير الخارجية أيضا لبروكسل، وكان معانا مجدي يوسف من شوية بيتكلمنا في عدد من القضايا المهمة، بنحاول بعض الحاجات اللي لو نلحق قبل ما نخلص. النهاردة هيئة قناة السويس بتتكلم على أعلى عائد لسنوي في تاريخ القناة، تجاوز الخمسة مليار دولار في العام المالي 2021، وسفن 9763 سفينة بحمولات تجاوزت 610 مليون طن في النص الاول من هذا العام. وكان الفريق اسامه ربيع من كام يوم كان معانا في مداخله بيتكلم عن هذه التفاصيل الخاصه بدخل قناه السويس، وايضا التطورات الخاصه بعمليات العبور، واذا كانت تاثرت ولا لا. زادت الحمد لله، لم تتاثر رغم ما حدث من السفينه ايفر جيفن، وبعد ما تم طبعا من يعني تصالح وتسوية ودية معاهم بدفع يعني الحاجات اللي كانت محددة ومطلوبة، والحفاظ على حقوق هيئة قناة السويس بالكامل. طيب نشوف يمكن بعض الحاجات كمان النهاردة بقول لحضراتكم مهم ان احنا بنشتغل على كل الملفات. النهاردة أمريكا اليومين اللي فاتوا عندهم خناقة عن ما بين فايزر وما بين الفاوتشي، دكتور فاوتشي اللي هو مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحة، حوالين هل لأنه فايزر قالت إن احنا عايزين ندي جرعة ثالثة، لأنه جرعتين والوضع وبعد ست شهور هيبقى الوضع، فعايزين جرعة ثالثة. طلع مستشار البيت الأبيض دي دكتور فاوتشي قال مفيش حاجه اسمها كده. اللي هيقول الكلام ده الاطباء، واحنا لحد دلوقتي ما قلناش. وينصح المواطنين انهم ما ياخدوش كلام فايزر على انه حقيقه. لحد دلوقتي هما جرعتين. محدش اتكلم على جرعه ثالثه. في بقى عند الناس النهارده ارتباك. ناخد ثلاث جرعات هنا ولا هناك؟ طب الاول ادي الجرعه الاولانيه. يعني دول ما خدتش اصلا ولا جرعه لحد النهارده. ادي الجرعه الاولانيه او خد الجرعتين وبعدين ابقى افكر لما تكفي الناس باقي الشعوب ابقى ادور هتدي جرعه ثالثه ولا ما تديش. ولكن انه كمان دول تتكلم على انه جرعه ثالثه واصلا في ناس ما خدتش الجرعه الاولى، عداله، هو هي دي العداله اللي بيتكلموا عليها. فقال لهم لا ما تعملناش ارتباك، ولما يبقى في جرعه ثالثه احنا اللي هنتكلم عليها واحنا اللي نقول ننصح المواطنين ياخدوها ولا لا. دكتور فوتش طلع اول امبارح بيتكلم، وكانوا عاملين تقارير كثيره في عدد من وسائل الاعلام الامريكيه ومشتغلوا على قصه ليه فايزر قالت هذا الكلام. ورجعت بعد كده الشركه قالت يا جماعه يعني ما معناه كده انها بتاسف انه تسرعت وقالت الكلام ده، وان ده عمل كمان صدمه للناس. طب احنا اللي خدناه ده تاثيره قد ايه؟ اثر ولا لا؟ النهارده في بلجيكا في سيده اصيبت في مارس اللي فات، دخلت المستشفى ما كانش عندها اعراض قويه، وفجأة الأعراض بدأت تزيد، حرارة مع الأعراض الكتيرة بتاعت كورونا. لقوا إنه هذه السيدة المصابة البلجيكية إنها خدت نوعين من الفيروس بعد ما تحوروا، الألفا ونوع تاني، في نوعين اتحوروا منهم ألفا
ونوع آخر، الاثنين اتحوروا أصيبت بيهم في نفس الوقت. طبعا ماتت، ولكن قالوا من الحاجات الغريبة إنه إزاي يحصل مصاب أو مواطن أو شخص يصاب بنوعين. فالكلام اللي طلعوه، الدراسة اللي عملوها بعد كده، إنها أصيبت من شخصين مختلفين، كل واحد كان عنده نوع من الفيروس المتحور، فهي خدت الاثنين. قال لك دي من الحالات اللي هي نادرة على مستوى العالم، إنه في حد سيدة أصيبت أهو. كويس إنكم جبتوه على أرتي. أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد، مظبوط. ألفا وفي نوع تاني مش فاكروا إيه النوع التاني، ولكن هما تحور من سلالتين، واحدة اللي هي كانت في الهند، وواحدة اللي كانت ربما بيتا. ألفا وبيتا، ادي الاثنين اللي هي اصيبت بيهم، الفا وبيتا، دول النوعين، واحده تقريبا هند وواحده باين جايه جنوب افريقيا ولا بريطانيا. فده كمان بيدي يخلي ال علماءنا هنا وعندنا المسؤولين نبقى شايفين الحكايه. يعني ربنا بيحمينا ويحمي الناس، ولكن في حاجات قدامنا لازم تبقى بنبص عليها، انه ده بتبقى من الحاجات النادرة. الحالة دي من الحالات النادرة في العالم، معرفش في حالات تانية زيها، بس لو حتى لو كان في حاجات بسيطة محدودة للغاية، انه حد يصاب بنوعين من سلالات كورونا المتحور، شخص بياخد الاثنين، فده ادى الى المضاعفات الخطيرة وادى الى الوفاة السيدة البلجيكية. نشكر حضراتكم، نشوفكم إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى. تصبحوا على ألف خير.